هلو جايز، هلو في قصة جديدة، قصة اللي واعرة بزاف. غادي تكون أجزاء طبعا، ما غاديش نديروها جزء واحد باش يكونوا فيها التفاصيل، حيت هاد النوع اللي فيه الأجزاء فيه الأحداث بزاف وكيعجبكم كتر، وخا التفاعل فيه كيكون طايح واحد شوية، ولكن نشوفو حنا الجودة، ما نشوفوش حنا غير التفاعل. أعزائي قبل ما نبداو القصة ديالنا، فما عليكم غير تبداو بالخطوات اللي عليكم، فأنا الخطوة اللي عليا راني درتها. جيم الفيديو، كنسطر على جيم، ابوني. للناس اللي ما دايرينش ابوني راه اوبليغاتوار دير ديك ابوني باش القناه ديالنا تزيد لقدام. خلي جوج ولا ثلاثه ديال لي كومونتير، علاش لا متبارطاجيش الفيديو ولا تبارطاجي القناه مع ثلاثه ولا اربعه من صحابك؟ سهله، هز ليا صيفطو لصحابك ولا طاقيني في الانستغرام. هادشي اللي كاين، نبداو قصتنا. يلا دير الكيت، سير شي بلاصه مزيانه، تكالما مع روحك، ويلا بينا. أغلبية الشباب ضايعين في هاد البلاد، لا خدمة لا قراية لا والو. علاش؟ حيت ولادهم هما اللي كيقراو وكيخدمو، اما حنا غير كيعمرو بينا الشقايق. المهم ما نطولش عليكم بزاف. سميتي عزيز، عندي 26 سنة، ولد طنجة، عروسة الشمال، تزاديت وسط من واحد العائلة ما بيهاش، ما عندناش وما خصناش. الوالد سميتو مصطفى، خدام في المرسى، اما الوالدة فسميتها فضيلة، ربت بيت. عندي خويا الكبير خدام سميتو رضا، وعندي واحد خويا واحد البرهوش كنقول ليه البرهوش حيت داصر سميتو حمزة. غادي نرجع بكم فاش كانت عندي 15 سنة، نجحت في الكاتريام وفرحوا بيا مالي الدار. الوالد كان خدا ليا واحد التليفون جديد، جيوان، ديك الساعة كان تليفون. المهم دازت شي 15 يوم وانا نحس بواحد الملل، لافو خرجت كانت سيركل في داك النهار، قلت راه علاش لي ما نمشيش ندبر على خديمة، ندبر على راسي في الصيف ونعمر الجيب شويه. خرجت كنتسركل قلت راه نمشي نطلع على دوك اللي كيكونوا في الموقف. مشيت قلبت في الموقف وبان لي شي تريسيانات مريحين تما، دوك اللي صحاب كهرباء. وقفت على واحد فيهم شويه كبير، قلت ليه العميم واش كاينه شي خدمه معاك؟ بقى كيشوف فيا، قال لي ها مرحبا، فين ساكن بعدا وشنو سميتك؟ قلت لي سميتي وفين ساكن؟ قال لي غدا مع 9:30 لقاك هنا. كانت سميتو طريق، مشيت انا للدار قلتها لهم. الوالد ما بغاش وقال لي اللي بغيتيها كنجيبها لك، لاش باغي خدمه؟ وقلت ليه بغيت نجرب نخدم، بغيت نجرب دراعي. المهم قنعتو، نط قصيت، حليت الفيسبوك ما لقيتش ما يدار، ضربت بواحد الناس حتى للصباح. نط فطرت وانا نتحرك عن الطريق، لقيتو كيتسناني تمانيت، سلمت عليه وقال لي هز داكشي. كان الماتريال في واحد جوج ديال المطرقات وفي واحد اللعيبه بحال الصاك عامره بداك التخربيق. هزيت داكشي وقال لي راه كاين ما يدار، تمشيت انا وياه. قصدت انا وياه واحد الدار في الطريق، قال لي راه عنده محل ديال هادشي، غير كيجي هو للموقف باش يدبر على راسو مني ما كتكونش الخدمه في المحل. دقينا على ديك الدار، حلينا مول الدار، سلم عليه طريق، سلمت عليه حتى انا وطلعنا ديريكت للطبقه الثانيه. وراني طريق شنو ندير. الخدمه كانت سهله بالنسبه ليا حيت عطاني غير نهرس شي حيوطه. مشى هو ما عرف شنو كيدير وبديت انا كنهرس شويه، تم جاي قازدني قال لي حبس حبس اش هاد الفوضى. في الاول قلت لك جوج ديال السنتيم، ماشي دخل عند الجيران. قلت لي راني باقي يلاه قاربت الجوج ديال السنتيم، قال لي واه بشويه. قلت لي واخا، بقيت خدام حتى وصلت ديك الوحده، مشيت انا وياه تغدينا ورجعنا بقينا خدامين حتى للخمسه. من بعد قال لي جمع الماتريال، جمعته وخرجنا انا وياه.
هاد المره مشيت معاه للمحل ديالو، حطيت داكشي كامل، جبد واحد 80 درهم عطاها ليا وقال لي غدا في 9:30 جي. قلت ليه شكرا. مشيت للدار كنت مدغدغ بالعيا، دخلت دوشت تعشيت وضربتها بنعسه. بقيت خدام مع داك السيد حتى جات المدرسه عاوتاني ووصلت. قلتها ليه من وصلت ليكول، قلت ليه راه عندي القرايه، جبد لي واحد 500 درهم عطاها ليا وقال لي تستاهل. سلمت عليه وتوادعت معاه ومشيت للدار. ناس توفقت في الصباح، مشيت للمدرسه نتسجل. المدرسه كانت جديده والاساتذه كانوا وحدين اخرين. دخلت شاد النوبه من مور واحد البنت، كانت زوينه صراحه وزعرة عينها كبار، بقيت حاضيها ومقابلها. وقف من مورا حتى صونا لها التليفون، مشات هي جاو في التليفون. انا شديت بلاصه شويه وهي ترجع قالت لي خويا راه دويت في التليفون ورجعت. بقيت كنشوف فيها وانا مبلوكي وهي تقول لي سبحان الله، يتبدا كتضحك. عطيتها بلاصه وتسجلنا فعلا. عييت بالوقوف تما، مشيت حدا واحد الكوان وجلست. واحد شويه تم ديك البنت جايه قاصداني، جات سلمت عليا وقالت لي صافا. قلت لها بخير؟ قالت لي انا سميتي غيزلان. قلت لها سميتي و تعرفنا شويه؟ قالت لي انا راه عاد جيت سكنت هنايا. نأتت لي فين سكنت ومن زهري كانت قريبه للدرب ديالنا. قلت لها حتى انايا. خرجنا من المدرسه وبقينا جايين انا وياها في الطريق. تبادلنا انا وياها الواتساب، عطيتها ديالي ومشات هي لدارهم. اتفقنا في الراس ديال الدرب. كي دخلت للدار قالت لي الوالده شكون ديك البنت اللي معاك؟ قلت لها واش دايره ليا كاميرا؟ قالت لي شفتك سلمتي عليها وتواداتي معها وجيتي، طليت عليك من الشرجم. قلت لها راهي كتقرا معايا و توانسنا في الطريق. قالت لي اي واخا. جلست قسيت. من بعد طلعت لبيتي لقيت ختنا مصيفطه ليا ميساج، مصيفطه فيه السلام. قلت لها عليكم السلام، ديك صافا الحمد لله. وهي تقول لي غدا اين ساعه غادي للمدرسه؟ قلت لها 10 ان شاء الله. قالت لي هو صافي نتلاقاو حدا ديك المحلابه فين تفاقنا. قلت لها واخا بسلامه. قالت لي يا باي، وديك باي دايره حدا قليب. بقيت كنشوف داك القلب. نط من بعد قصيت وخرجت للزنقه نتسركل، مشيت للبيار ديريكت لويت بول، لعبت شويه. تميت خارج في حالاتي كنتمشى من حدا واحد الزنقه، بان لي واحد خونا موقف واحد المراه وكيقول لها الزربي وكيعاير فيها. انا بقات فيا، وقفت عليه قلت لي خويا لاش كتعرف السيد ياك لاباس؟ ما كملت هضرتي جمع معايا بواحد الصاليه قال لي سير البراوش اللي ولدك. درت راسي غادي فعلا، بان لي واحد الصندوق محطوط حدا واحد مول الحانوت هزيتو وتميت جاي ليه من اللور. نزلت لمو على راسو، تلفت شاف فيا وهو يطيح. تجمع تما بنادم، بان لي بنادم كيعيط للبوليس وانا نخوي القنت. ضربتها بجريه، موقفت حتى لدارنا. دخلت للدار غسلت وجلست قصيت وبقيت جالس كنتفرج حتى داني النعاس. الصباح نايض فطرت، لبست واحد الحطه جديده، مشيت للمحلابه فين زقيت مع اختنا. بانت ليا واقفه كتسنى، مشيت سلمت عليها بيدي ويتلاها ليا، سلمت عليا بالحناك. داسر اختنا، بقيت انا مبلوكي. واحد شويه هي تقول لي ويلا نمشيو. بقينا غاديين وبنادم كيشوف فينا، وانا كنشوف راسي في ديك الساعه بحال ديابلو. وصلنا للمدرسه، مشيت كنقلب في الطابلو لقيت سميتي والقاعه. مشيت دخلت للقاعه ديالي، جلست في الطاوله اللي على بالكم اللورانيه. شويه بدا بنادم داخل، حيت ختنا انا تفاقش معها ما دخلنا للمدرسه، وهي تبان لي جايه غيزلان. شافتني وجات جلست حدايا. دخل الاستاذ وبدا كيكتب لينا شنو خاصنا، هي كتكتب وانا كنشوف فيها. بدا الاستاذ كيدور، شاف الدفتر ديالي باقي مسدود ما كتبت والو. قال لي كتبتي داكشي اللي عطيتكم؟ قلت لي لا، طاح لي السيلو ديالي. قال لي وصافي هالبنت حداك منين تسالي تعطيك الادوات. سالينا ديك الساعه وخرجنا، مشيت لذاك الكوان فين كان ريح ومشات معايا هي. جالسين وهي تقول لي عاود لي على راسك. يلا بغيت نبدا نعاود لها ويجي داك الحارس العام. قال لي اش كديروا هنايا؟ قلت لي غير جالسين. قال لي نوضوا حيدوا من هنايا. نضنا فعلا وبقينا انا وياها غاديين. خرجنا من المدرسه، قالت لي غيزلان انا راه جات ماما كتسناني بسلام عليك. سلمت عليها وتميت غادي بوحدي. سبقتها واحد شويه نسمع صوتها كتعيط ليا، تلفت شويه تبان ليا هي امها. سلمت عليا هي امها وقالت لي امها شكرا وليدي على البارح. وهي تشوف غيزلان وقالت لها هذا هو الولد اللي اعتقني البارح من داك الشمكار اللي كان واقف عليا. شفت لها فجاعات تفكرتها، هذه هي المراه اللي كان واقف عليها خونا كيعاير فيها.
حسيت براسي جاكي شان فهاد القيطه هادي. وهي تقول لي غزلان امي راه هذا هو الولد اللي دويت لك عليه الباح كيقرا معايا. المهم بقينا غادينا انا وياهم حتى وصلنا للدرب. قالت لي غزلان وندويو في الواتساب. قلت لها صافي. دخلت للدار سلمت على الوالده قصيت طلعت لبيتي حليت الواتساب لقيتها مصيفطه ليا ميساج ولقيت حتى واحد النمره غريبه مصيفطه ليا واحد الميساج واحد اخر. دخلت لديك النمره الغريبه هي الاولى لقيت فيها السلام. قلت عليكم السلام شكون معايا؟ كتب ليا انا محمد كنقرا معاك. قلت لي ما عرفتكش. قال لي وغدا نتشوفوا في المدرسه. قلت لي واخا خويا ما فهمت والو اش مصيفط ليا ناد محمد هذا. نط ضربتها بتدويشه خرجت للبيار بقيت لاعب شويه. جالس كنلعب حتى جاتني واحد الكرفيده واحد التصرفيقه من اللور حتى حسيت بالدوخه. ما هضرت بالي داك خونا اللي ضربته بالصندوق فاش كان واقف على موت غيزلان كان باغي يكريسيها. قال لي دابا شنو ندير للحماره ديال تمك؟ تلفت بالي حتى شي واحد ما تدخل الخوت حتى حد ما بغى يفارق. خونا كان صحيح عليا ديال بصح بدا عليا هادي تنفع هادي تضر. بقى كيصلي فيا دوخ دين امي. واحد لقطه بيت نهرهم هز ديك العصا ديال البيار ضربني بها لراسي اللور حتى طحت غيبت. حليت عينيا في بيتي. دخلت عندي الوالده ديك الساعه قالت لي شكون هاد الحيوان اللي داير لك هكا؟ راه جابوك غير الدراري للدار وكنتي مدوخ. عاودت للوالده البلان كامل وهي تقول لي وانت ما كتدخلش سوق راسك. بقيت ساكت. قلت لها بغيت نخرج شويه. لقيتها مداويه ليا راسي ومعمره ليا بالتحميره بحال شي طاجين. نط خرجت قدام الباب نشم الهواء. واقف كنشم في الهواء مقابل الدرب مزيان حيت دارنا جات في واحد البلاصه استراتيجيه كتشوف كل شيء. بانت لي واحد رونج روفر جديده واقفه في القنت. مشيت لحداها وبديت كنضرب في السيلفيات بداك الشقف اللي عندي لافيراي. كنتصور حتى جا وقف واحد خونا معاه جوج ديال لي كارد كور. واحد منهم دغيا جا دفاني جابني في الارض. جا داك خونا غوت عليه قال لي علاش دفعتي؟ وجا عندي داك خونا هزني وقال لي سمح لي يا خويا. قلت لي هاني يا خويا. ويقول لي ما عرفتينيش لا؟ قلت لي لا. قال لي انا هو محمد اللي دويت معاك في الواتساب. قلت لي انت كتقرا معايا؟ قال لي قلت لي علاش صيفطتي ليا؟ قال لي من بعد وندوي معاك. عندي دابا ما يدار. يلا نخليك دابا خويا. بسلامه غدا وندويو. بقيت كنشوف فيه. خونا ركب في الطوموبيل مع دوك لي كارد كور تحركوا. انا بقيت كنفكر وواقف. بين فيه ملعق. مشيت في حالتي للدار قربت ليها ويبان لي داك خونا اللي ضربني واقف واحد القنت كي برم في واحد الجوان. قصدت دين مو ديريكت غادي وكندور في عينيا. ومع ظهرو الساكه الاولى اللي بيني وبينه محطوط حدا واحد الصندوق كيلوحو فيه الزبل. غنضرب مو عاوتاني بصندوق. هزيت داك الصندوق كبيت داك الزبل وتميت غادي بشويه كنتسلت بحال شي شفار. وصلت حداه وانا نزل على مو بداك الصندوق لراسو اللور حتى داخ. ولكن هاد المرة ما طاحش. دار لعندي وقال لي دابا رديتي صرفك وبالزايد وتفرق عليا ما تعرفني ما نعرفك ما عندي ما ندير بالحسيفات. قلت خونا صافي تخلع مني. رجعت الصندوق حدا مول الساكا ومشيت للدار. دخلت وبقيت مجلوق في الفيسبوك ما كاين ما يدار. مكونيكتي ومتكي حتى دخل الوالد. سلم عليا وجلس. الوالد ما فراسو والو على البلان ديال خونا اللي سلخني والوالده طلبتها ما قالت لي والو. قلت لي الوالد بغيت ندخل لاصال. جبد لي واحد 200 درهم وقال لي سير هاك. نط ديك الساعه هزيت ساكي مشيت كندور على اقرب لاصال. لقيت واحد قريب وزوين. دخلت سجلت ب 150 درهم ودخلت بديت كنتريني. وقف معايا داك المونيتور واحد شويه كيوريني. ساليت حيت عييت دغيا ما مولفش لاصال. نط دوشت ومشيت للدار. دخلت ديريكت للفراش حيت الليل هذا. حسيت براسي بحال كنت في الحرب العالميه. ما فقت حتى الصباح على صوت الوالده كتقول لي واش ما قاريش. طليت في التليفون لقيتها 47 دقيقه. نط فطرت لحمي مقطع ما قادش حتى نتمشى مزيان. لبست وخرجت غادي في الطريق. كي خرجت وصلت لراس ديال الدرب بانت لي غزلان واقفه كتسناني. سلمت عليها ونفس الصون ديال البارح. سلمت عليا بالوجه حني كترطبين. بقينا كنتمشاو انا وياها حتى وصلنا للمدرسه ودخلنا للقسم. دخلت ويبان لي داك محمد هو الاول. جالس سلمت عليه. مشيت ريحت انا حدا غزلان. سالينا ساعتين ديال العلوم تميت خارج انا وياها. واحد شويه سمعت شي واحد تيعيط. تلفت لقيتو محمد. قال لي فين اخويا؟ قلت لغزلان صافي سيري وقفي مع البنات هاني جاي.
مشيت لعند خونا سلمت عليه، كنتعرف عليه، كندوي انا وياه، ما كنتش عارف بالضبط هذا علاش صيفط ليا اصلا. المهم قلت راه دري باغي تصاحب معايا دري وصافي، راني نتعرف انا وياه ماشي مشكل. باقي كندوي انا وياه وما بانوا ليا واحد جوج خوتنا راكبين فوق واحد الموطور، واحد السيميا جايين من بعيد، كي شفتهم عرفتهم شفار بروفيسيونيل هادو ديال السيكان. بقيت كنشوف فيهم، واحد فيهم سامر على واحد البنت اونفاس معايا، انا عارفهم شفاره وصراحه خصني نعود ندخل سوق راسي من الاخر. مع قاربو لختنا وانا نمشي كنجري لجيتهم، جار ليا فعلا الساك وانا نجور داك اللي كيسوق من يديه، جاو جوجهم مجبدين في الارض. زدت كملت عليهم حتى جا بنادم كيكمل عليهم، جا جارني محمد بعدني على الصداع، كي وقفت قال لي شكرا بزاف. بقيت كنشوف فيه ما فهمت والو، عاد قال لي بلي ختنا اللي تجار ليها الساك ختو تفرق داك المجموع دوك الشفار كلاو سلخه ديال العصا، ركبوا فوق الموطور بالزربه وهربوا. مني كانوا غاديين واحد فيهم كيشوف فيا، عرفت راسي غنكحلها. وقفت مع محمد واحد شويه، باقي ما سخنتش بلاصي، بانوا لي شي ثلاثه ديال الماطر جاي لجيتنا، كلهم 696، كانوا دوك جوج شفاره ومعاهم شي وحدين اخرين وهازين اللمضه. ما شفتهم صافي تخلعت. هذاك محمد جبد التليفون وسمعته كيدوي كيقول جيو دابا حدا المدرسه. ثلاثه ديال الدقائق الخوت بلاصه وثلاثه ديال الطوموبيلات كحلين، هبطوا واحد خوتنا قد السخط، كل طوموبيله فيها ثلاثه ولا اربعه، دوك موالين الماطر مع بلاصاوه تمو هابطين جاي لجهتي. دوك صحاب الكوسين قصدوهم ديريكت، عطاهم واحد السلخه ديال العصا خايبه، خوتنا باينين مترينين وبزاف، سلخوهم علقوا هادوك ركبوا خوتنا في الطوموبيلات وتحركوا بلا ما يدويو لا معايا لا مع محمد. قلت لمحمد واش داير ليا شي كاميرا خفيه، قال لي لا او تعتقتي لي اختي ونخليك تاكل العصا، شكرتو بزاف وقال لي انا غنمشي دابا. واحد شويه وقف الطوموبيله وكفا وتحرك، انا مشيت جاريت غيزلان اللي كانت كتشوف كل شيء وتمينا غاديين، كانت غير ساكته ما فاهمه والو، ولات خايفه كاع. وصلنا وتفاقنا ومشيت للدار وانا مبوط، دخلت للدار فطرت الفطور الثاني، شويه كنسمع التليفون كيصوني، طليت لقيت النمره ديال محمد، قال لي فينك؟ قلت لي انا في الدار اخويا، قال لي انا جاي عندك، قلت لي لا راه عندي لاصال، قال لي ونجي عندك بعدا، قلت لي واخا. بقيت مريح في الدار شويه، عيط لي قال لي نعت لي مزيان، نعت ليه واحد العشرة ديال الدقائق هو يصوني ليا، جاوبته قال لي نزل هاني في الباب، هزيت الحوايج ديال لاصال معايا ونزلت لعندو. قلت لي ياك لاباس، قال لي عندي لك واحد المفاجاه، ركب وبركه من الهضره. ركبت معاه، بقينا غاديين بالطوموبيل في الطريق، خونا ما دواش حتى انا بقيت هكاك، قصد واحد الفيلا ديريكت بلاصه قدامه، ويقول لي تبعني. نزلت معاه حل الباب ودخلت انا وياه، مع دخلنا للدار بان ليا في الصالون ديك ختو اللي كانوا غيشفروا خوتنا وباه امه. هو قال لباه هذا هو الولد اللي قلت لك الوالد. انا حنيت راسي وتزنقت، ناض باه عنقني وقال لي شكرا وسمح لي راني مريض شويه مع الخدمه. قلت لي هاني يا عمي، قال لي مزيان اعتقتي لي بنتي، قلت لي واجب هذاك. ويقول لي محمد ويلا دابا تبعني. خرجنا من الفيلا من اللور اللي كانت كبيره بزاف وكان واحد المبنى من موراها مبني، دخلنا ليه وكان فيه صال بكل شيء ليه كبر من داك اللي كان تريني فيه انا، قال لي من اليوم غنوليو نتريني هنايا. فعلا بدات الحياه نورمال، ما بقى وقع ليا لا صداع لا والو، ديما كنجي انا وياه نترينيو. دوزنا شي شهر بحال هكاك، تصاحبت انا مع غيزلان، العلاقه ديالنا تمات غاديه زوينه، حتى لواحد الليله كنت مكونيكت حتى صونا ليا محمد، قال لي جي لعندي دابا. نط شديت الطاكسي مشيت للدار ديالهم، دقيت وحل ليا هو، لقيته واقف مع دوك لي كارد كور. قلت لي ياك لاباس، قال لي المافيا اللي كنتعاملوا معاها خطفوا ليا بابا وقالوا لي نجيب الاوراق ديال البنكة والدار والطوموبيلات. قلت لي شمن مافيا؟ قال لي انت صاحبي دابا ما غنخبي عليك والو، بغيتك تمشي معانا. قلت لي راني ما فاهم والو، قال لي غير يلا معانا وصافي. غدا مع الخمسة ديال الصباح في الغابة ديال الميريكان، هاد الغابة ديال الميريكان غيعرفوها غير طنجاوة. قلت لي واخا غنمشي معاك. ويقول لي تبعني. نزلت انا وياه ومع حتى دوك الرجال لواحد الكراج لتحت، لقيتو عامر بالسلاحات. قال لي
الوراق ديال البنكه وداكشي اللي بغاو كلهم جبتهم مزورين. دابا مع 4:30 غنشدوا الطريق للغابه، غادي يكونوا لي غارد كور بعاد شي كيلومتر علينا، غنمشي غير انا وياك. قلت لي واخا. ديك الليله عيطت للدار وقلت لهم ما غنجيش، بقيت معاه فعلا. و 4:30 تحركنا، دوك لي غارد كور وقفوا الطوموبيلات بعاد وبقيت انا وياه في الطوموبيل. وقفت انا وياه وهبطنا، كانوا قدامنا تقريبا شي 7 ديال الطوموبيلات كلهم كات كات واقفين. نزل واحد خونا منهم دير واحد الفاصمه في راسه، تمشى لجيتنا وقال لمحمد عطيني الوراق. قال لي محمد فينا هو الوالد؟ انا كنت واقف ما فاهم والو، واش دخلني انا لهذا الشيء كامل؟ ويقول لي داك السيد غدا غيجي عندكم الوالد، انا بغيت الوراق دابا. نقصت ما عرفتش علاش دويت، وقلت ليه ما غتاخذش الوراق حتى نديوه معانا. هنا محمد هو يقرب لذاك السيد، بدا كيدوي معاه في ودنه، ما عرفت شنو قال ليه. اللي غنفهم انه محمد كان هاز معاه جي بي اس صغيره، فاش قرب لذاك السيد طلبوه ولا شي حاجه حطها له في جيبه. من بعد هو عطي محمد الوراق. ركبنا حنايا وريحنا في الطوموبيله، هذوك خوتنا تحركوا. واحد نص ساعه عاد عيط محمد اللي غارد كور، جاو قلبوا جي بي اس وتبعنا خوتنا. لقيناهم ساكنين في واحد الفيلا على الخارجه ديال المدينه. محمد قال لي غادي ندخلوا عليهم ديريكت. وجد 5 ديال الرجال عطاهم السلاح اللي كيضرب البعيد، لحد الان راني ما عارف والو على هادو. عصابات مافيات باقي ما فهمت حتى شي حاجه، غير مرافق وساكت. حط محمد 5 ديال الرجال بالسلاح اللي كيضرب البعيد بالسنايبر، شدوا بلايصهم دايرين بديك الفيلا. دا معاه 8 ديال الرجال وانا هو التاسع، كانوا كلهم دوك الرجال مسلحين. الرجال اللي بقاو دوروا الفيلا من اللور. عطى محمد الاشاره للقناصه في البلاصه تيراو في دوك اللي حدا الباب. اول مره كنشوف بنادم كيموت بالقرطاس، وضربوا حتى بنادم اللي في الجرده. محمد نقز من الصوره وتبعتو انا ودوك الرجال اللي معانا، قصد نيشان الكوزينه. بقيت انا واقف حدا الباب ديال الكوزينه، ودخل محمد هو ورجال. جار الخدامه هي الاولى زيرها، كان الغوات نايض في الفيلا حيت تسمع القرطاس. طليت عليه وقال لي محمد فين هو؟ فين الشيباني؟ قالت لي في لاكاب، شاد واحد السيد كيضرب فيه، بغاه يسني ليه في شي وراق، وهي تبدا كتدمع. قالت لي انا مزوجه وعندي الولاد، انا غير خدامه. محمد عيط لواحد من الرجال وقال لي ديها للطوموبيل. دخلت معاه هاد المره، كانت الفيلا ما فيهاش بنادم بزاف، وما كانوش متوقعين باللي غادي نجيو لهم حتى لهنا، ولا غنعرفوا البلاصه فين كاينين هما. دوك اللي كانوا موجودين، ولكن الرجال ديالنا كانوا كتار، بداو كيزربوا عليهم. تضربوا جوج ديال الرجال، انا كنت مخبي اللور، ما كنعرف لا نتيري لا والو. هذاك كان مخبي في لاكاب ومجد السلاح وشاد بات محمد. محمد قصد البيت ديالنا هاز ديريكت، لقى مرداك خونا وبنتو مخبين تما كيبكيو. جارهم ربطهم وتم نزلهم. وصل حدا لاكاب سمع الغوات ديال خونا كيقول لي ما تدخلش لاكاب ولا نقتل لك باك. هنا محمد صرفق مع داك خونا يدا كتغوت هي وبنتو. داك خونا سمعهم، من سمع هادشي صافي بدا كيقول لمحمد انا غنعطيك باك. وفعلا صيفط بات محمد مع الدروج اللي كان مضروب واكل العصا. هنا عرفت بلي محمد ذكي ولا هو اللي رابح في هاد اللقطه هادي. ديك الساعه هبط محمد مهبط مرت هذاك وبنتو، قال لي لوح السلاح لاح السلاح هو جوج ديال الرجال كتفوهم كاملين. محمد طلع كلشي وبقيت غير انا وياه كنشوف. جاب لي واحد من رجال ليسانس وكب على هذاك خونا ورجال اللي معاه ليسانس وشعل فيهم العافيه في داك لاكاب. كنت غير مصدوم من هادشي اللي واقع، والصراحه هنا التخلات ديال بصح. محمد سلامة اداش لي مراتو وبنتو، خرجنا ركبنا في الطوموبيل ودا معاه باه. تحركنا وكنت مصدوم، قلت لي بغيتك تفهمني كلشي. واحد من الرجال ديال محمد وصل ديك الخدامه حتى لدارها، من بعد وصلني محمد حتى لدارنا وقال لي من بعد ونفهمك. سيرت من بعد غدا جي ونفهمك كلشي. هبط من الطوموبيل وانا تالف ما فاهم والو. دخلت لدارنا جلست غير كنفكر اش هادشي لحت فيه راسي. الصراحه كنت كنحس بواحد شويه ديال الله. عاجبني الحال واخا هكاك، صباح الحال مزيان ومشينا قرينا. خرجنا لقيت غيزلان كتسناني، قريت وكان محمد تما. هاد المره خليت غيزلان تمشي بوحدها للدار، مشيت لعند محمد قال لي يلا الله صال، قلت لي فهمني كلشي. قال لي تال تما، مشيت معاه للدار الله صال ديالهم، بدينا كنترينيو. قال لي محمد شوف، حنا
مافيا كبيرة كنخدمو في إسبانيا وفي إيطاليا وفي المغرب. عندنا رجال كتار في بزاف ديال الدول. هادوك المافيا كانوا الأعداء ديالنا، والشاف ديالهم كان باغي ياخد الأملاك ديال الوالد ديالي. عندنا رجال حتى في البوليس. هادشي كله اللي شتي، السلاح راه عندنا، ما غنبزز عليك والو. بغيتي تبقى معانا بقى معانا، ما بغيتيش خد راحتك. وعرفتي شنو؟ خد وقت باش تفكر. قلت ليه علاش انا بالضبط؟ قال لي الصراحه ماشي عزلت كل شي حاجه. من السو اللي درتي مع اختي فاش اعتقتيها من دوك الشفاره، عرفتك تستاهل. وعاد زيد انت دابا وليتي صاحبي، شنو بان لك؟ قلت ليه وتنفكر. قال لي صافي خد وقتك. بقيت كنتريني انا وياه حتى جات عندنا الخدامه قالت لينا تكلموا سيدي. فعلا مشيت انا ومحمد لعند باه. قال لي باه شكرا بزاف اولدي. قلت لي هانيه. قال لي كتعرف تسوق؟ قلت لي اه كنعرف. قال لي عطيني لاكارت ديالك. جبتها من جيبي وعطيتها ليه. قال لي من مور داكشي اللي درتيه تعاونتي معانا غادي تاخد موتور ديالك، موتور كبير، الوريقات كلهم غيتصاوبوا، موتورك رجع ليه غدا. فرحت وعنقته. هنا جبد واحد الصاك وقال لي هادي ديالك. حليت الصاك لقيت فيه شي فلوس، المهم كان تقريبا شي 7 ديال المليون. ما فهمت والو. الشي اللي زاد طمعني وخلاني نبغي نخدم معاهم. سلمت عليه وخرجت انا ومحمد. قال لي يلا نجيبو شي دويره. مشينا لواحد القهوه تقهوينا، من بعد طلعنا للطوموبيل. جبد لي واحد السلاح قال لي هاك هذا غيكون ديالك. قلت لي وخلي انت نفكر. قال لي راني عرفتك غادي توافق، خد السلاح. شديت داك السلاح ويدي كيترعدو خبيته عندي. وصلني حتى للدار ودخلت ليها خبيت السلاح في واحد البيت في السطح. ما قلت للدار والو، قسيت طلعت لبيتي حطيت الفلوس تكيت ضربت بواحد الناس مرتاح. الصباح مع 7:30 نط مشيت للمدرسة ديالي، فطرت لبست وتحركت. كان عندنا واحد الفرد في لونجلي، خوكم بحال الحجرة، تيمومة في لونجلي، وراتني غيزلان كلشي. كانت عندنا حصة ديال العلوم ولكن ما جاش الأستاذ، خرجنا أنا وياه كنتسركلو. واحد شوية عيط لي محمد، قلت لي راني مع غيزلان. قال لي أنا راه كاين مع واحد البنت واش نتلاقاو؟ قلت لي واخا. تلاقيت أنا وياه ومشينا بربعة بينا جوج ديال لي كوبل. مشينا تغدينا في واحد القهوة اللي كانت كلاس بزاف. من بعد خرجنا من القهوة وركبنا في الطوموبيلة وتحركنا لجنب البحر. هبطنا بقينا جالسين تما في الرملة مريحين كنضحكو وناشطين، حتى تمجي واحد خونا قاصدنا قرب لعندنا وجبد واحد المضاية كبيرة وقال لنا غتجبدوا داكشي اللي عندكم بلا مشاكل. أنا شفت في محمد، محمد جبد هنا الفردي من تحت منه. بدا خونا كيضحك وقال لنا خرجت على أمكم إم بي سي شو. محمد هو يتيري لي جيت رجلو. كان الفردي مركب لي داك السيلونس إذا ما دارش الصداع. خونا هنا سكت. قال لي محمد فين هي إم بي سي شو؟ بدا كيطلب وعطاها للجرا. غيزلان كانت مصدومة أما البنت اللي مع محمد فبان ليا بلي سايقة الخبر لهادشي كامل. شافت فيا غيزلان قالت لي اش هادشي؟ قلت لها ما تخافيش هداكشي راه ماشي ديال بصح. قلت لها ماشي ديال بصح؟ قلت لها والله ما ديال بصح، حلفت وكذبت ولكن من الأحسن نكذب عليها. ركبنا في الطوموبيل وصلنا غيزلان هي الأولى. من بعد وصلني محمد للدار قال لي تهلا. دخلت للدار قصيت شوية صلنا ليا محمد قال لي جيت تاخذ الموتور ديالك راه الوالد صاوب لك الوريقات باش دي حتى لاكارت ديالك. مشيت فعلا لعندهم، لقيت الطيماكس في الكراج فوق الوريقات وفوق حتى المسائل اللي خاصين ديالو وحتى لاكارت ديالي. محمد قال لي عجبك؟ قلت لي عجبني. قلت لي شكور باك في بلاصتي؟ قال لي كون هاني. ركب حتى هو في واحد الموتور خرجنا انا وياه. بقينا كندور، بدا كيدوي معايا وقال لي بلي خصك تعلم السلاح. قلت لي واخا نتعلم. قصدنا واحد الغابه على الخرجه ديال المدينه، وقفنا تما وبدا كيعلم ليا في السلاح. كنت زراك صراحه ولكن دقه دقه وهو عطاني الخاطر بديت كنحس براسي كنتعلم واخا اول مره. من بعد قال لي راه سالا الدرس ديال اليوم حتى الغدا عاوتاني. قصدت الدار ديالنا ومشاو لدارهم. دخلت ريحت، داز داك النهار. الصباح الاخر كنت قاري، هزيت المسائل ديالي، درت الكاسك على الموتور، الموتور مبيتو عند الكارديان باش مالين الدار ما يشكوش ما يشوفوش عندي. غطيت وجهي، قصدت المحلبه فين كنتلاقى انا وغيزلان ديما، لقيتها واقفه كتسناني. كنت مغطي وجهي مزيان ولابس واحد اللبسه ما عمرها شافتها. وقفت حداها وكلاكسونيت، شافت فيا وهي تعطيني بالظهر.
زدت هنا تزعط فيها حيت الكاسك وهي تشوفني. قالت لي منين جاك هادشي؟ قلت لها زيدي من بعد نقول لك. ركبات كسيريت بالموطور حتى وصلت للمدرسة. لقيت محمد حتى وجا بموطورو. دخلنا ودازو الحصص وخرجنا. من بعد مشينا كندورو عاوتاني. عجبني هاد الهيت بزاف ولكن ما كنتش عارف المصائب اللي من موراه. منين سالينا الدوران رجعنا قرينا. سالينا مع ربعة. مشيت للدار. من بعد ما وصلت غيزلان لقيت الوالد في الدار. طبعا كنحط الموطور بعيد. دخلت لقيت الوالد جالس. قلت لي واش ما خدامش؟ قال لي غادي نصلحوه المرصة كامل عاد غنرجع نخدم. المشكل ما جامعش بزاف ديال الفلوس. قلت لي شحال عندك؟ قال لي ماشي شي حاجه. قلت لي غير قول شحال جامع؟ قال لي شي 3.5 ديال المليون. قلت لي انا غادي نكمل لك ودير شي بيعه وشريا. قال لي منين غيجوك الفلوس؟ قلت لي صاحبي محمد خدمت معاهم هاد الايام باه خانز فلوس كيستنجا بهم كاع. السيد شبعان العاقه. قال لي ايه شبعان العاقه. منين غيجوك انت الفلوس؟ انت كاع خدمتي معاه شحال بيعطيك؟ قلت لي شوف راني خدمت معاه وعتقت لي بنته وعاودت لي ليستوار ديال البنت. قال لي ادخل سوق راسك. ولكن ملي قلت لي بلي راه تهلا فيا باه بالفلوس سكت. طلعت لبيتي وهزيت واحد 3 ديال المليون هبطتها ليه. عطيتها ليه بقى مصدوم. قلت لي بلا ما تزيد معايا الهضره الوالد سكت ما قال والو. خرجت من بعد صونيت على محمد. قال لي اجي عندي للدار. هزيت الموطور من الباركينغ وتحركت. شفتو جلسنا شويه طلعنا عاوتاني للخلاء علمني كيفاش نتيري بالسلاح. من بعد وانا رجع للدار هاد المرة رجعت معايا الموطور. شافوا الوالد والوالدة تصدموا. قال لي منين جاك هادشي؟ عيقتي؟ قلت لي راه صاحبي شرا موطور وربح معاه موطور واحد اخر وكتبوا لي في سميتي. الوالد قال لي انا عارف راسي والد رجال برافو عليك منين عاونتيني وعطيتيني دوك الفلوس. بس لي راسو بس الوالدة راسها اللي كانت كتشوف فيا بشك. من بعد خرجت عيطت لغيزلان. درنا انا وياه شويه ورديتها. كان عاجبني الدوران. داز ذاك العام نفس الروتين. ما بقيتش كندير لا مهمه لا والو مع محمد ولكن ديما كان كيعلمني السلاح. تعلمت مزيان السلاح وعلمني شي اساليب اخرين. كان هو بروفيسيونيل. نجحت انا ومحمد. باه دار لينا واحد الحفله اللي واعره. دازت زوينه بزاف في الفيلا ديالهم. عرضت حتى على الوالده والوالده جاوها. شافوا داكشي عجبهم الحال وبان لهم بات محمد بلي الله يعمر هدر ومحمد مربي ولد الناس ما بقاوش خايفين عليا. واحد النهار كنت مريح في الويت بول جال عندي محمد ديرك لتما بلا ما يعيط ليا. وقف قال لي تبعني. نط داكشي اللي درت. ركبت معاه وصلنا للدار لقيت باه كيتسنانا. مع دخلنا سلمنا عليه جلسنا ويقول يا باه عزيز غنجيك من الاخر. حنا ما بقيناش غير مافيا عاديه. احنا دابا ولينا كنبيعوا الكوكايين والحشيش. المهمه عندنا هي دابا بغيت نصب على واحد الميريكاني. انا كنت زعم وليت كنحس براسي صحيح مع لونطريمون ومع السلاح. قلت ليه انا معاك. محمد حتى هو قال لي انا معاك. قال لي نباه غدا غادي تجي واحد الطياره فيها الكوكايين غادي نصبوهم ولا نجحت العمليه تقدروا تاخذوا كل واحد فيكم اكثر من 200 مليون. قلت لي واخا صافي اتفقنا. سمعت 200 مليون ريوغ يطاحوا. مشيت لدارنا عادي. الغد لي صونا لي التليفون مع ديك 6 ديال الصباح. نط قلت للوالده غادي ندفع السيفي لواحد الشركه ديال دار وديكور الا تقبلت غنبدا نشد 30% من الارباح ديالها. الوالده مسكينه صراحه ضريفه ونيه الله. لبست وتميت خارج. كانت كدعي معايا. مشيت نيشان للدار ديال محمد. لقيت امو جد السلاحات وكلشي. هزينا السلاحات. بات محمد حتى هو كان غادي معانا. خرجوا حتى الرجال ديالنا وركبنا في الطوموبيلات وتحركنا لواحد الغابه. وقفنا فيها شي 20 دقيقه. من بعد واحد شويه وقفوا واحد 8 ديال الطوموبيلات. عرفت بلي دوك الطوموبيلات هما اللي جابوا الكوكايين من الطياره اللي جابته. وقفوا دوك الطوموبيلات. بات محمد هو اللي مشى بقى كيدوي مع واحد فيهم. شويه جابت محمد حل الكوفر ديال الطوموبيل وراه هذاك الفلوس. لاخو حتى هو وراه الكوكايين. شلا سيكان ديال الكوكايين. بات محمد كان مقاد كلشي. فوقيت التبادل عطى بات محمد الاشاره اللي كانت هي انه يكحب. الرجال ديالنا كاملين وجدوا السلاح. تفاجات انا اكثر بشي رجال ديالنا كانوا ديجا مخبين تما في ديك الغابه. بدا القرطاس في كاع الجويه. ناض تروينه تما. تخبيت من مور الطوموبيل وبديت كنتيري. والصراحه تخلعت حيت كانت هذه اول مواجهه ديالي
مع بنادم باغي يقتلني وانا هاز السلاح. كنت تيري حتى انا تضربوا منا شي جوج ديال الرجال وواحد فينا مات. خدنا ماتوا منهم شي وحدين وشي وحدين هربوا. بات محمد كان جالس غير في الطوموبيل، خذينا السيكان اللي كاينين. بات محمد شافهم كان ناشط، غمز الرجال ديالنا هزوا الجوتات وهزوا البقايا ديال اي حاجه وقعت تما، خلاو غير الدم فقط. حتى من الطوموبيلات ديال خوتنا اللي بقاو تما حيدوهم. قصدنا من بعد الدار، هادشي راه وقع في 30 دقيقه تقريبا. دخلنا للدار ديريكت، بات محمد حل الكوفر هز الفلوس، شاف فينا انا ومحمد وقال لنا هاكو حقكم. بدا كيجبد وكيحط لينا قدامنا. بديت كنضحك انايا، خبيت فلوسي عندي فواحد السويك عطاه ليا محمد. حتى هو داكشي اللي دار، بات محمد دور مع الرجال اللي كانوا معانا ودخلنا للصاله فين كنفطروا. كانوا تما الخدامات موجدين لينا الفطور، فطرنا مزيان. قلت لمحمد انا عيان، قال لي ونطلعوا الناس. طلعت معاه البيت ديالو ناسنا حتى لديك جوج وتسعود ديال الدقيق ديال النار. خرجت من بعد ركبت انا ومحمد في الطوموبيل ديالو، مشيت بيت نشوف غيزلان. صونيت ليها ما كتجاوبش، وقفت صيفط واحد البرهوش عطيته 20 درهم وقلت ليه يمشي يدق عليها منين تهبط عنده شي مها ولا شي حاجه، يقول لها بغى غيزلان تكلم لختو الكبيره، ولا هبطت هي يقول لها تجي تشوفني انا. قلت لي جيبها معاك وصافي. مشى البرهوش، تعطل عليا، بقيت مقابل دارهم من بعيد. شويه بانوا لي جوج ديال الطوموبيلات وقفوا حدا الدار ديال غيزلان. خرج واحد خونا لابس كوستيم والورد، شفت داك الديكور بديت كنقول اش هادشي. بغيت نوض نمشي نرونا ونعرف شنو واقع. محمد شدني قال لي يلا تحركت معاه. كنت كنترعد، قصدنا الدار ديالو، دخلنا لبيتو بقيت جالس. كنت شويه من حماق، راه باين اخونا جاي ضارب كوستيم والورد ومعاه والديه، وغيزلان هي البنت الوحيده في ديك الدار. قلت لمحمد بغيت نكمي، قال لي اش كتقول؟ قلت لي بغيت نكمي. خرجت للصاكه خديت باكيه ديال كاميل، بديت كنشعل نكمي شويه اللوح، كنشعل نكمي شويه عاوتاني اللوح. محمد قال لي اجمع راسك، انت ما كتكميش، حيد عليك هاد الزبل. كنت مفقوس ديال بصح، منين ما جاوبتوش عطاني بواحد التصرفيقه. ما حسيتش براسي، والله ما حسيتش براسي، حتى ضربته بالجهد لقيته في الارض. تلاحيت فوق منه كندخل ليه، جمع علينا بنادم فاقوني عليه. انا مشيت كنجري لدارنا، دخلت ما دويت مع حتى شي واحد، دخلت البيت سديت عليا. صباح بكري طوموبيلات ثلاثة كحلين واقفين قدام الدار. كي طليت من الشارج شفتهم لبست وهبطت، لقيتهم لي كارد كور ديال بات محمد. هبطت ركبت معاهم، داوني ديريكت للدار ديال محمد. كان با جالس قال لي شنو طاري بيناتكم؟ انا كنت غير ساكت. جا محمد وبدا كيعاود ليه، با بقى معنا حتى تسامحنا. من بعد رجعوني رجال ديالو حتى لراس ديال الدرب. هبطت ميت غادي للدار، لقيت الصافيط قدام الباب ديال الدار. رجعت مشيت للدار ديال محمد، عاودت ليه وقال لي نشوفوا شنو كاين. قصدت انا ويا الدار، لقيت الصافيط ما كايناش. دخلت معايا محمد ودخلت للدار، لقيت الوالده كتعنق فيا. الوالد كذلك نفس البلان، قالت لي الوالده شكون دوك الطوموبيلات اللي جاو هزوك من هنا من قدام الباب؟ قلت لها هادوك غير السيكوريتي دياولي، راه تقبلت في الشركه. علاش البوليس كانوا هنا؟ الوالد قال لي البوليس عيطنا لهم حنا ملي شفنا هادوك داو في ديك الطوموبيلات بديك السرعه. قلت لهم ما تخافوش هادوك خدامين معنا في الشركه كيجيو يديونا. الوالد ما تيقش، ولكن الوالده مسكينه زغرتات بالفرحه. تغدى معنا محمد داك النهار، خرجنا انا ومحمد هزينا حوايجنا ومشينا للبيسين دمانار بارك اللي في طنجه، شبعنا عومان ورجعنا. داز واحد جوج ديال السيمانات انا غير في الدار خدامه في البيسي. صونا عليا بات محمد داك النهار وقال لي صوني على محمد راه ما جاوبنيش وجيو انت وياه. صونيت على محمد قال لي راه خارج مع واحد البنت. مشيت لعندو تلاقيت انا وياه ومشينا للدار ديال باه. قال لي با عندي لكم واحد الخدمه ولكن خطيره بزاف، ولكن الا دوزناها بخير غتوليو خانزين فلوس. قلت ليه معاك. جبد لينا واحد الملف فيه تصاور ديال شي ناس باين فيهم خطيرين، قال لنا هادو خاصهم يموتوا، الا قتلتوهم غتاخذوا الاملاك ديالهم كاملين. انا المهم عندي انهم يحيدوا، اما الاملاك ماشي مشكل تاخذوهم. قلت لي امتى نبداو؟ قال لي شي شهرين عاد غتبداو. فهاد الشهرين غادي نتعلموا اللغه وغتزيدوا تتعلموا السلاح وغادي تدربوا عليه مزيان وغتعلموا الفنون الحرب. في شهرين ما غاديش تنعسوا، غادي يكون تكارفيس.
حضرت راسي وقلت لي من غدا نبداو. خرجت من عندهم مشيت للدار ديريكت، سلمت على مالين الدار وقلت لهم بلي غادي نمشي للميريكان غنخدم واحد 3 شهور مع الشركه. بقيت طالق عليهم السلوكيه، وافقوا حيت كنت في الفلوس مهلي في مالين الدار، كيحسب لهم بصح راني خدام. قلت لهم غنقدر نجلس حتى 5 شهور، قالوا لي صافي. انا مشيت لعند محمد، بقيت كنبات عنده في الصباح لونطريما، في العشيه كندربوا على السلاح والليل اللغه، ما كنجلسوش، الوقت ما كيبقاش كاع. دازو شهرين تقريبا بحال الضو، حتى الواحد الليله عيط لينا الشيباني بات محمد وقال لنا ها ورقاتكم واجدين، بعد غدا غادي نمشيو، راه شاد لكم دار تما، الكونت ديالكم فيه شلا فلوس، عندكم طوموبيلات تما، والمعلومات اللي غيخصوكم مازال غادي نوصلوكم تما. قلت لي واخا. مشيت للدار جمعت حوايجي وسلمت على مالين الدار بزز باش طلقوني. مشيت انا ومحمد خدينا شي حطات زوينين، رجعنا لدار محمد قصينا مجموعين، نطت واحد شوي مشي للطواليط، ما ديتهاش في الضو، حليت الباب حتى لقيت اخت محمد في الدوش كدوش. درت راسي ما شفتهاش، هي شافتني ما غوتات ما والو، شافت فيا بعينها باش نخرج، سديت الباب وخرجت. انا عرفت علاش ما غوتاتش، السبب علاش ما غوتاتش يا كان عجبها يا عارفه بلي لا غوتات غادي يجيو يقتلوني هنايا، وسكتات. رجعت عاوتاني للبيت، جلست شويه نعست، الصباح فقنا درين هنا سالينا طلعنا باش نفطروا، لقينا اختو هي اللي كتوجد الماكله مع الخدامات، حطت لينا فطور، ما شافتني وهي تولي حمراء، مشات كلينا مزيان. وصل الوقت اللي غنمشيو فيه، وصلنا با للمطار، سلمنا لبا وقال لنا تهلاو في بعضياتكم راه بجوجكم دابا ولادي، راه السلاح اللي غيخصكم غتلقاوه تما في ديك الدار. فعلا ركبنا في الطياره، مني كانت بتقلع حسيت براسي خفيف، ما عمرني ركبت في الطياره. ضربنا بنعسه فقنا وعاودنا ضربنا بنعسه حتى وصلنا، نزلنا الخوت واحد ختنا كانت واقفه هزه واحد الوريقه فيها سمياتنا، تميت قصد انا ومحمد، قلت لها السلام عليكم، قالت لي يو عزيز، قلت لها اه، قالت لنا ويلا نمشيو، كانت كدوي بلونجلي اللغه اللي تعلمناها حنا ديجا. عطاتنا واحد جوج بريات كبار حليتهم، لقيت البيرمي وراق الطوموبيل وراق الدار ورخصة حمل السلاح. ركبنا معاها وصلتنا لواحد الدار، عطاتني السوارت وقالت لي هاد الدار ديالكم، قلت لها شكرا، قالت لنا في العشيه غنجي من موراكم نشوفوا واش خاصكم شي حاجه. مشات هي ودخلنا للدار، الدار ما بيهاش متوسطه، الكراج ديالها فيه جوج ديال الطوموبيلات بي ام دبليو اكس 5. طلعنا للفوق دخلنا للبيت، لقينا عامر كراطن حليناهم، لقينا فيهم السلاح وواحد الرادار على شكل كيتمان، انواع الاسلحه بحال داكشي ديال الجواسيس، استفنا داكشي كامل في الثلاجه. هادشي كان كله قايلو لنا بات محمد، داكشي خصو يبقى في الثلاجه باش الا جاو البوليس الا غفله ولا شي بلان، الثلاجه تكون اخر همهم. الكوزينه ما كانتش فيها الماكله نهائيا، كانوا غير الموان. قلت لمحمد نخرجوا نجيبوا ما ناكلوا، خرجنا فعلا، طوموبيل فيها جي بي اس، ما خفناش نتلفوا، دخلنا لواحد السوبر ماركت، دينا كنهزوا في داكشي اللي خاص، باقيين واقفين بغينا نخلصوا الصيد. واحد شويه دخلوا ثلاثه ديال الرجال كانوا دايرين لي كاسك ديال الموطور على ريوسهم وفي يديهم السلاح، بداو كيغوتوا على داك مول المحل وحنا كيقول لنا جلسوا للارض، كانوا هازين السلاح في يديهم، مول المحل جاروا بداو كيضربوا فيه بيديهم، بغاو منو شي كود، بغاو منو الفلوس. انا شفت محمد غمزتو ويمد لي واحد القرعه ديال الشراب كبيره، مع دار اقرب واحد فيهم واقف حدانا، عطيت لمو البين ركابيه بديك القرعه، المنطقه الحساسه جا متكي في الارض، حيت خونا داير الكاسك نزلت عليه في راسو ما غيأثر فيه بوالو. محمد ديريكت طلع على السلاح ديال خونا اللي طاح، تيرا الواحد في دوك الرجال في رجليه، لاخر زرب على محمد تيرا فيه، هنا نقزت على التاني بديت كنضرب فيه حيت لي الكاسك وسلختو مزيان، كانوا بثلاثة طايحين في الأرض، محمد كان مضروب في كتفو. هنا جاو صحاب الوقت بالزربة هزو كلشي، سولو مول المحال عاود ليهم البلان كامل، حيدوا لي أنا المينوط ومحمد حتى هو اللي كان ديك الساعة ديجا في السبيطار، شكروني حيت عاونت السيد. الوقيته اللي تيرا بالسلاح سيد مول المحال ما شافش شكون تيرا، هو محمد اللي تيرا، ولكن البوليس كيحساب ليهم انا،
حتى انا ما نكرتش، ما بغيتش محمد الصداع وهو اصلا ديجا مضروب. البوليس ما بغاوش يتفكوا معايا كاع على ود الضربه ديال السلاح. قال لك علاش تيري في السيد؟ ما بغاوش يتفكوا معايا علاش نتيري بالسلاح. قلت لهم راه عندي رخصه في الدار، راني ديجا مدرب على السلاح. قالوا لي رخصه ما كتنفعش انك تيري باي سلاح، هذيك الرخصه ديال السلاح اللي غيكون عندك انت. قلت لي واخا. عيطت على كريستينا، جات لعندنا لتما. كريستينا هي البنت اللي جات لك قالت لينا كتشوف في البلانات ما فهمات والو. البوليسي شافها قال لي شكون هادي؟ قلت لي صاحبشي، جابت معاه رخصه ديال السلاح وجابت محامي. المحامي كيدخل فرتك الشقله، قال لهم السيد دار غير الخير وعاونه مول الحانوت، والسيد كان مهدد انه يموت حتى هو. فكني بالزربه وخرجنا. قصدت انا وياها البلاصه فين كاين محمد، لقيتهم دايرين ليه الفاصمه ومداوينه. كان كيضحك مع واحد الممرضه في السبيطار. خرج معانا وطلعنا للطوموبيل، كانت الضربه اللي فيه غير خفيفه، هي في الجنب ديال كتفه ما قايساش. كي ركبنا في الطوموبيل تحركنا ديريكت لعند مول المحاني اللي اعتقنا. دخلنا هزينا التقضيه ديالنا اللي كنا تقدينا وشكرنا هو بزاف وقال لنا ما عمري ما غنسى لكم هذا الشيء. راه ولدي طبيب، الا بغيتو الا بغيتو ندي داك اللي مصاب فيكم باش يتعالج عنده ماشي مشكل. قلت لي ماشي شي حاجه عمي. طبعا هذا الشيء بالانجلي. قصدنا عاوتاني الدار، كانت معنا كريستينا، قالت لنا شنو وقع، عاودوا لي كل شيء. عاودنا لها البلان كامل، بدات كتضحك وقالت لنا عاودوا ديوها فريوسكم شويه، فكرتني غير في الوالده. جلسنا شويه في الدار، من بعد قالت لنا غادي خصكم ترافقوني دابا. قلت لها فين؟ قالت لي غير الله وغتشوفوا. مشينا معاها فعلا، داتنا لواحد الفيلا اللي كانت كبيره بحال شي قصر. حلوا لنا الباب واحد جوج ديال لي بوديغارد في الباب، بلاصينا الطوموبيلات ودخلنا. كنا غير تابعينها، داتنا عند واحد خونا تكون عنده شي 46 سنه سميتو ادوارد. سلمنا عليه وقال لنا شنو وقع لكم؟ عاودت لي اختنا البلان كامل. قال لنا المهم فلتو منا، قال واحد من الرجال ديالو يجيب لي واحد الباليزه، جابها وعطاها لينا. قال لنا هادي ديوها معاكم، راه فيها العناوين ديال خوتنا اللي جايين نتوما على ودهم، البلاصه فين ساكنين، الساعه امتى كيدخلوا كيخرجوا من دارهم، شنو عندهم، كاع المعلومات عليهم، قراهم مزيان. غدا غادي نوصلكم للدار واحد تويشيات غيعاونوكم في المهمه ديالكم. ومن هنا نقول لكم واحد الحاجه، ما كتعرفوني ما كنعرفكم، انا غير ساعدت الوالد ديالكم. قلت لي ما تخافش، حنا راه رجال. قال لنا هو طريق السلامه، حضيو راسكم مزيان. خرجنا من تما، مشيت غير انا ومحمد، كريستينا خليناها تما. دخلنا للدار قصينا وبدينا جالسين كنقراو في دوك الدواسه. الصراحه سهلوا علينا العمليه بزاف. محمد ديك الساعه كان شادو الحريق من كتفو، خرجتو مشينا للفارماسيان خدينا شي دوايات كلاهم، مشى داك الحريق. دخلنا للدار تكينا نعسنا، فقنا الصباح على الصوت ديال شي حد كيدق مع ديك 9:30. نط حليت لقيت كريستينا وواحد خونا بدا كيدخل لينا في شي كراطن. قالت لينا هي نخليكم دابا، مشات هي سدينا علينا حلينا كراطن. بقينا شي كاميرات صغار صوت وصوره، واحد البيسي صغير ديالهم. حليت البيسي لقيتو مجهز، بيسي بروفيسيونيل. من بعد عيط ليا داك ادوارد اللي عاوننا، قال لي داك البيسي ديال واحد الهاكر اللي غادي يولي يعاونكم، غير حل لكم البيبان الا احتاجتو شي حاجه هو غينفعكم، راه عندو بيسي بحال هذاك وانتوما غادي نتواصلوا معاه غير بداك البيسي فقط. قلت له شكرا بزاف، قطع هو. استفنا حنا داك الشيء شويه، صونا لينا بات محمد قال لنا كي دايرين. دوينا حنا وياه وعاودنا ليه البلان، قال لنا ونعول عليكم. قطعنا قصينا وقلت لمحمد يلا نمشيو عند مول المحل ولدو طبيب باش يعاونك باش داوي يدك كثر. قال لي واخا. خرجنا مشينا لتما لعند مول المحل، شافنا وقال لنا واش فكرتوا في داكشي اللي قلت لكم؟ قلت لي اه. ركبنا معنا السيد وتحركنا، وصلنا حدا واحد الكلينيك صغيره. هبط داك مول المحل شويه تم جاي خارج هو واحد السيد، واحد خونا كيبان بوغوس. قلت لمحمد ها انت شكون بحالك جايبين لك بوغوس؟ يلا تقعد. بدا كيضحك. جا السيد لعندنا وشكرنا بزاف حيت عتقنا ليه باه. دخل محمد مع داك السيد، جلس غير واحد شويه من بعد خرج. لقيناه نقى لي الجرح وعاود لي الخياطه مزيان، داكشي نقاه مزيان وقاد لي المسائل كلشي هو هذاك. رجعنا انا ومحمد للدار قصينا ارتاحينا شويه. نط انا كنتريني بواحد البارات كاينين في الدار، شويه ناض محمد حتى هو بغى يبدا يتريني.
قلت ليها الصاد تارك مضروب. قال ليها غنتغنيها بهاد اليد اللي صحيحه، زيدون خونا اللي دواني غض ليا يدي كيف ما كانت وحسن. قلت لي صافي. تاينينا مزيان انا وياه، واخا هو عيا دغيا. من بعد تكينا نرتاحو، ارتاحينا من بعد نطو. قلت لمحمد اليوم بالليل غنبداو، حنا عندنا ديجا 5 ديال الناس خاصنا نقتلهم ونديو لهم داكشي اللي عندهم. اتفقنا باش نبداو بالصعيب ديالهم. فعلا وصل الليل، لبسنا علينا اللباس اللي كان كله كحل، هزينا السلاحات، القنابل اللي كيطلقوا الدخان، واحد السويفات صغار ديال الساموراي، حيدنا البلاكات للطوموبيلات ومشينا قصدنا واحد الفيلا اللي كبيره، كانت كبار من ديك الفيلا ديال داك ادوارد. دزنا محداها وبانوا لنا فيها الكاميرات والسيكوريتي كتير حدا الباب. مشينا من اللور ديالها، جبت داك البي سي، دخلت لواحد السيت بحال الام اس ان، هذاك السيت كيخليني نتكونيكطا مع داك الهاكر بوحدو. الخدمه ديال الهاكر كانت انه غادي يختاق دوك الكاميرات كاملين اللي في الدار ويراقب شنو واقع. فعلا داكشي اللي دار. حنا نعسنا في الطوموبيل حتى ديك 7:30 ديال الصباح، فقت حليت البي سي لقيت داك الهاكر مصيفط ليا كلشي، بغيت نشوف شنو واقع. طليت على الكاميرات ديال ديك الدار، بان ليا داك اللي خصنا نقتلو كيف جالس كيفطر مع 4 ديال البنات لابسين هيدو بياس. شويه بان ليا صونا لي التليفون الكاميرات صوت وصوره. سمعت شي واحد باللي غادي يجي لعندو غدا وغايجيب ليه شي صخره وهو يقطع. عيط داك خونا لشي واحد وقال لي سير البنكة وجبد وعطاه واحد العدد كبير ديال الدولارات، الملايين ديال الدولارات، وقال ليه جيبها. انا سمعتو قالها ليه وانا نتصدم. مشيت انا ومحمد قصينا في واحد القنت قريب لتما، وانا رجع عاود ثاني قلبت الكاميرات. بان لي داك خونا جا اللي جاب لي الفلوس وقال لي هذاك نزلها للاكاب، وانا يضرب ليا في راسي واحد البلان واعر. خليت حتى الليل وبقيت مراقب الكاميرات مزيان حتى تاكدت بلي الاكثريه فيهم ناعس ولي كارد كور كلهم شادين البيبان. نقزنا على الحيط ودخلنا، مشيت للاكاب ديريكت. لاكاب فيه حتى هو كاميرا، كنت ديجا شايف فين تخبى داكشي، في واحد الباب كاين تحت من الارض صغير. حليت الباب، هزيت الفلوس، خلينا السيكان تما خاوين. عمرنا الفلوس في واحد السيكان ديالنا ورجعنا بشويه. الكاميرات كانوا مساعديننا نديرو كلشي. دخلنا في حالتنا للطوموبيل، تواصلت مع داك الهاكر مسح كاع داكشي اللي وقع ديك الليله وبقى مخدم ليا الكاميرات. دازت الليله كامله. الصباح ناض داك خونا عاوتاني نزل كيفطر مع دوك البنات لاصقين فيه. جبت التليفون وعيط لداك اللي دوا معاه في الاول، قال لي هالامانه واجده. داك اللي ديجا قال لي بغيت نجيب لك شي صخره. بقيت انا مريح مكالمي، قال لي هذاك عطيني واحد 20 دقيقه نكون معاك. نط انا ومحمد لبسنا البروتيج اللي كيلقى القرطاس، لبسنا اللبسه فوق منه كحله، ركبنا السلاح، درنا ليه داك السيلونس. قلت لمحمد خصنا نشدوه هو وداك اللي جاي لعندو خدام معاه. بقينا مريحين راقبنا من بعيد، بان لنا جاو 4 ديال الطوموبيلات. الوقيته اللي خرج هو عندهم وكان ملاهي مع الرجال ديالو على برا، نقزنا حنا دخلنا للاكاب. كانوا الكاميرات كيخليونا نشوفوا شنو واقع. تخبينا من مور شي صنادق تما شويه وانا نسمعهم جايين. محمد اول حاجه دار مشى للسقف الباب واحد القنبوله، ما غادي تحل غادي تفرقع، اللي حل الباب غادي يموت. رجع لعندي، لحنا واحد لي ماسك العوجاهنا، مع تحل الباب سمعت ديك القنبوله تفرقعات. لحنا انا ومحمد القنابل اللي فيهم الغاز، الغاز ما خلى بنادم يشوف والو، هما ما فهموا حتى شي لعبه. ديك الساعه بديت كنتيري، قتلت 6 ديال الناس منهم، خليت غير الضحيه اللي مصيفطيننا ليه والخدام اللي معاه. تلاحينا ربطنا هادوك الجوج، خليت محمد معاهم. تمي طالع مع الدروج كنقلب، سمعت شي وحدين نازلين من رجال اللي كانوا قدام الباب. رجعت تخبيت من مور واحد الباب، كانوا 4 مع فاتوني، تيريت فيهم ب4 من اللور، جبتهم طايحين. رجعت عند محمد لقيت هذاك كيبكي عليه، كيقول لي عطاك اللي بغيتي ما تقتلنيش. انا كنت عارف بلي غادي يزيدوا يجيو رجال وحدين اخرين، داكشي علاش مشيت انا للجرده في واحد البيت تخبيت وطليت من الشارجم ديالو، ومحمد كان من الشارجم ديال الفوق. فعلا دوك الرجال اللي قلت لكم غايجيو جاو، تحل الباب بداو كيدخلوا رجال وكانوا كتار، ولكن حنا كنا محاصرينهم. انا من موراهم ومحمد من قدامهم. اول حاجه غنستعملوها هي القنبول.
مع دخلوا وسط منا باقين تالفين بدينا كنشيروا بالقنابل. دوك القنابل تفرقعوا حداهم وطاحوا منهم بزاف، هما ما فهموا والو. بدينا كنتيروا في اللي بقى وصفيناها اليوم دغيا. نزلنا من بعد كنجريو لتحت، هزينا خونا والخدام ديالو، خرجناهم من اللور ديال الفيلا ودرناهم في الكوفر ديال الطوموبيل بجوج هكاك، زحمناهم كسيريت حتى بعدت مزيان. من بعد نزلت ركبت البلاكة ديال الطوموبيل ومشيت حتى لواحد القنت خاوي ديال بصح في غير الشجر. خرج داك الخدام هو الاولاني، قلت لي مزوج؟ قال لي اه عندي جوج ديال الوليدات. قلت لي بغيتي تموت اليوم؟ قال لي ندير لك اللي بغيتي يطلقني. قلت ليه دابا مزيان غادي نتفاهموا. خرجت واحد البرا كان صيفطها لنا ادوارد كتخدر، ودقيتها في هذاك اللي باقي في الكوفر الضحيه. خليتو ناس خدام ركبتو حدانا، كسرينا به حتى لحدا واحد البانكا. خليت محمد في الطوموبيل وهبطت انا وهذاك. قلت لي اي حركه راسك غادي تفرشخ، وانت ديجا شفتينا على ايش قادين. دخلت انا وياه البانكا وشدينا النوبه. قلت لي بغيت ناخذ الفلوس اللي عنده في البانكا كاملين، انا عارف انت المسؤول على هادشي وموكلك بهادشي. بدا كيتفتف عليا، قلت لي غير خرجهم وغادي ندبر عليك بالمزيان. جات النوبه فعلا، قال لهم بغي يخرج الفلوس اللي عنده كاملين، قالوا لي حتى الغدا حيت الفلوس كتار. سولت ديك ختنا لتما قلت لها شحال؟ قالت لي 49 مليون دولار، داكشي عنده كتير بزاف. خرجته من تما وقلت لي غادي نعطيك 11 مليون دولار. بان لي فرح ديال بصح. رجعته للطوموبيل وانا نتحرك لواحد الغابه. نزلت الخدام اللي راكب معانا، قلت ليه عارف خونا فين عنده الوراق ديال الدار؟ قال لي بلي عارف كلشي، وقال لي راه هو المسؤول على كاع الاملاك ديالو. قلت لي غادي نزيد نعطيك الفلوس وغتمشي فحالك كاع، ولكن من بعد تقول شي حد هادشي غنجي ليك واخا تكون تحت من الارض. قال لي ما تخافش، حتى حاجه ما غتخرج من الحلقه ديالي، ولكن خاصك تقتلو، الا بقى حي غادي يخرج عليا. قلت لي شحال وانت كتعرف هاد خونا؟ قال لي 3 سنين. مشيت ديرك للطوموبيل وجبدت هذاك منا، لحتو في الارض حيت لي داكشي على فمو بدا كيغوت. جبدت السلاح وانا نعيط لداك الخدام ديالو، عطيتو شو الفردي، قلت ليه قتلو الا بغيتي نثيق فيك، ما قتلتيش ما غنعطيك والو. شد من عندي السلاح وحطو لي على راسو، قال لي فاك يو، وقال ليه ديما كنتي حاقر عليا ويتيري فيه. شتت ليه مخو، قلت لي دابا انت معانا هاد الليله غادي تبات معانا. خليتو يحفر تما قبر ويدفن هذاك خونا، وديناه معانا ديك الليله. دخلناه معانا قصينا وقدينا السلاح، تكينا ضربناه بنعسه، بقيت ناعس نص نص وحاضي هذاك اللي يدير شي حاجه. فقت مع الصباح نوضتو، قال لي يلا نمشيو. مشينا للبانكا فعلا، خدينا دوك الفلوس كاملين في السيكان. جبد داكشي اللي وعدته بيه وعطيته ليه، وانا نقول ليه اول حاجه بغيتك ديرها دابا هي تمشي لديك الدار ديالو، جيب لي الوراق. قال لي واخا والكاميرات؟ قلت لي ما تخافش الكاميرات حنا مكلفين بهم، كلشي غادي تمسح منهم. فعلا مشى لتما وجاب لينا الوراق كاملين اللي كان هو المكلف بهم كاملين، عنده وكاله، حول لينا داكشي كامل، عطاته حقه في الفلوس كامل اللي وعدته به. وانا نقول ليه دابا ديتي رزقك، مشينا ما شفناك حتى نحتاجوك ونعيطوا ليك. خديت من عنده رقم ديالو وصيفطو فحالو لعند العائله ديالو. رجعت للدار انا ومحمد، قصينا وارتاحينا شويه، وقلت ليه دابا خصنا نخطو للبلان تاني شويه. ويعيط لي داك سام الخدام ديال هذا اللي قتلنا، جاوبته قال لي ما تخافش البلان ديال البوليس راه ما كاينش، راه ما جاوش البوليس ديك الدار نهائيا، حيت الدار راه جات في اخر الدنيا تحت مصيق الاخبار اصلا. وعاد نزيدك، الدار معروفه ديال من، والبوليس ما كيحاديوهش حيت كان خطير بزاف. شكرته بزاف وقلت لي باقي باغيك الخدمه وحده، قال لي شنو هي؟ قلت لي بغيتك تاكد الوراق كاملين في سميتي انا، ما يكون حتى شي مشكل. قال لي واخا، غنتواصل مع المحامي المكلف بالخدمه معايا. خليتو تواصل مع المحامي فعلا، وخلصت لا فلوس اللي عطيتهم لي انا باش يتحول داكشي لسميتي. دازت شي 3 ايام ديال الراحه، عيطت عاوتاني لسام، قلت لي خاصني شي رجال اللي يكونوا مخلصين. قال لي موجودين، شحال بغيتي؟ قلت لي جوج منهم. قال لي صافي غنجيب لك جوج محترفين. قلت لي عيط ليهم. قال لي واخا، واش غير جوج؟ ما بغيتيش واحد خونا كنعرفو ثالث راه قناص؟ قلت لي حتى هو غنحتاجو. عيط لي معلمهم منين بغيهم غنتواصل معاك باش تجيبهم لعندي.
قال لي واخا باقي شي ما نقضيو. قلت لي بغيتك كيفاش تعاوني اني نحط هاد الفلوس كاملين في البنكه. قال لي نقدر نعاونك ولكن غتخسر شويه ديال الفلوس. قلت لي انا موجود. كان سمسار محترف كيعرف محامين وبوليس وكيعرف كل شيء. فيلا قضى معايا الغارات. قسمنا انا ومحمد كل شيء نص بنص وصفت الموالين الدار شي حاجه. حطيت داكشي في الحساب ديالنا. سام سال شغلو ومشاف حالو. دخلنا حنا عاوتاني للدار. الوالد دويش معاك قلت لي واش وصلوك فلوس في البنكه؟ قال لي وصلوني. صيفط لي تقريبا شي 30 مليون مغربيه. قلت لي واش غير شي طوموبيله وسلم لي على الوالده بزاف. وقطعت ما خليتوش يدوي حيت عارفوه غيدير لي لونكيت. مشيت طليت في الواتساب ديريكت على غزلان فين وصلات. واخا هكاك باقي كنفكر فيها باقا مبلوكياني. نمرتها طافيه. يمكن بدلات النمره صافي تزوجات وخاصني نساها. حاولت ننسى هادشي وعيط على بات محمد قلت لي كيداير. سولنا فيه قال لي راني بخير. وهذا علمناه بلي كلشي سالف المهمه الاولى. ضحك وفرح بزاف. توادعنا معاه وخرجنا انا ومحمد تسركنا شويه. تغدينا وكدو رجعنا للدار هزينا حوايجنا ومشينا لواحد البيسين زوين امنا فيه. خرجنا من بعد دوموندينا على جوج ديال الشيشات. جاو جلسوا معنا واحد جوج بنات بقينا كندويو. شدينا النوامر من عندهم حيت باينه فيهم ديال القصير. من بعد نط عند داك الدي جي عطيتو 100 دولار وقلت لي طلق ليا هاد الديسك. كان ديسك شعبي. طلقو في وسط من داك البيسين. كلشي تما مصدوم وكيضحك. انا ومحمد ما فاهميناش كنشطحوه في الشعبي. دوزنا نهار واعر ورجعنا في حالاتنا. ارتاحينا فقنا في الصباح فطرنا. بدينا كنبلانيو انا ومحمد للضحيه الثانيه. كان واحد الشيباني صونيت على داك سام. قلت لي جيب لي دوك خوتنا اللي وصيتك عليهم. عطيتو لادغيس لواحد الغابه. هزينا السلاحات ديالنا ومشينا لتما. لقيتهم تما سابقيننا. سلمت عليهم وتعرفت عليهم وقلت لهم جبتكم لهنا باش نشوفكم واش معلمين. قالوا لي مرحبا. مشيت للطوموبيل جبت واحد السباغه واحد الحك. مشيت كنعلم في الشجر. عطيتهم السلاح كنقول لهم فين يتيريو. خوتنا طلعوا واعرين بزاف. من بعد ديناهم معانا للدار. دخلنا قلت لمحمد بالعربيه وجد شي بغات ديال اتاي. مشى فعلا وجدو. خوتنا ما فاهمين والو. قلت لهم راه عندنا واحد العمليه باقي ما محددش النهار ولكن هاد السيمانه الا دوزناها مزيان غادي تبقاو معايا ديما وغادي تاخذوا رزقكم اللي غيكون كثير. كلهم كانوا كيقولوا اوكي. كانوا مرتزقه كيتصنطوا للهضره ومخلصين من الفوق. قصيناهم من بعد تحركوا. ريحت كنتفرج انا ومحمد. قال لي محمد انا غادي نخرج نمشي نتسيركل. قلت لي سير. مشى خرج هو. انا صونيت على الوالد بقيت داوي معاه وقال لي منين جاتك هاد الفلوس كامله وانت مازال ما كملتيش حتى شهر. قلت لي بلي خدام في واحد القهوه مشهوره. بقيت طالق عليه. قلت لي انا اللي تكلفت بالديكور ديالها. شويه دوز لي الوالده وقالت لي توحشتك. بقيت فرحان وكندوي انا وياها. من بعد قطعت. من بعد ما قطعت لابيل بقيت متكي كنتفرج شي ساعتين بحال هكاك. خرجت من الدار يضرب فيا شويه البرد وانا نصوني على محمد. قلت لي فينك؟ كان محمد كاو كان شارب بزاف كيدوي شويه بالعربيه شويه بالانجلي ما فهمتوش. شويه ويدوي معايا واحد خونا من داك البار ونعت لي البار فين كاين. هزيت الطوموبيل وتحركت لتما. لقيت محمد ما قادش حتى يوقف. ركبته في الطوموبيل وهو كيسب. ما سكتش من السبان. حطيته في اللور ديال الطوموبيل وينعس. رجعت من بعد لداك البار ضربت فيه التركيله. بان لي واحد خونا جالس بوحدو. مشيت لعندو قلت ليه سكران؟ قال لي لا. قلت لي عندك بيرمي؟ قال لي ياس. قلت لي تبعني. عطيتو السوار ديال الطوموبيل ديال محمد اللي كانت محطوطه حدا البار. قلت لي سوقها وتبعني. بقى تابعني حتى وصلنا للدار. هزيت محمد طلعتو للفوق جبت واحد 200 دولار هبط عطيتها لداك خونا ومشى في حالاته. المهم وصل لي الطوموبيل. خليت محمد ناعس شويه حتى فاق على خاطرو. فاق ديك الساعه ساحي. قلت ليه اش هاد الزبل كدير فيه؟ قال لي اسمح لي اخر مره حلف لي بلي ما غيعاودش. من بعد مشيت تكيت حتى انا الناس. فقت في الصباح فطرنا بجوج. مشينا عند داك ادوارد. قلت ليه بلي خاصني شي قنابل وخصني القرطاس وخصني حتى شي انواع ديال السلاح ديال القنص. قال لي راه هادشي ماشي فابور. وبات محمد راه خلص لينا شي حاجه هي اللي صيفطنا ليكم. قلت لي ماشي مشكل الفلوس.
فعلا خلص لي داكشي كامل، قال لي غدا يوصلكم للدار. خرجنا من عندو نيشان، مشينا انا ومحمد للبحر، تبحرنا من بعد قصدنا الدار، جلسنا انا وياه دوزنا داكشي اللي بقى في النهار غير في الدار، نعسنا وفي الصباح عاوتاني نط دخل دوشت. ما خرجت من الدوش كنسمع شي حد كيصوني في الباب، حليت وانا لقى كريستينا جابت لينا داكشي اللي بغينا، دخلت داكشي ما خليتهاش تمشي حتى فطرات معانا ومشات. كي مشات هي وانا نجلس حليت البيسي وبقيت كنجلوق فيه شويه، دخلت لواحد السيت كيبيعوا فيه الطوموبيلات واي حاجه من هاد النوع هذا، قلبت ولقيت واحد خونا حط واحد طائره خاصه من داك النوع الصغير حطها باش يبيعها، وكان الثمن ديالها ناقص مقارنه مع الثمن ديالهم اصلا. دخلت ودويت انا وياه، قال لي بلي واقع لي شي مشاكل وشي كريديات وخديتها من عنده، خلصتو فيها سير بلاص، تلاقينا وعطيتو كلشي، تكاتبنا وقد معايا البلانات كاملين اللي خاصين. كانت طياره واعره بزاف ما نعاودش ليكم، قلت لمحمد دابا عندنا الطياره غدا نزلوا للمغرب نشوفوا واحد اللي يسوق بينا شي بيلوت نخلصو يكون خاص، الورقات ديالنا راه عندنا ونزلوا للبلاد. قال لي صافي. فعلا جبنا البيلوت، داز داك النهار عادي، والصباح الاخر مع 8:30 نضنا باش نتحركوا. قبل ما نمشي وخبينا دوك السلاحات كاملين مزيان، خبينا كلشي، جمعنا حوايجنا، من بعد تحركنا ديريكت للمطار فين محطوطه الطياره. دخلنا لديك البلاصه، كانت بلاصه خاصه كيحطوا فيها رجال اعمال الطائرات ديالهم، كان البيلوت ديجا تما كيتسنانا. قلت لي امتى غنوصلوا؟ قال لي عندنا غير شي 5 ديال السوايع. خونا طلع وبدا كيوجه الطائره وبدا كيدوي في داك الرادار، وقالوا ليه 5 ديال الدقائق عادي يمكن لك تتحرك. جا عندنا واحد المسؤول تما شاف الورقات ديالنا وكل شيء، وفعلا داز ديك 5 ديال الدقائق وطلعنا للسما. كملت ناسي انا في بلاصتي انا ومحمد، حتى كيفيقنا هذاك البيلوت قال لنا على سلامتكم. ما حسيتش انا كاع بالطريق، الطياره كانت واعره بحال ناس في دارك. نزلنا فعلا خلينا البيلوت تما، عطيناه باش يقدر يجلس في لوطيل وداك الشيء حتى نحتاجوه، وتحركنا انا ومحمد. قصدت مرجان هو الاول، خديت كادوات لمالين الدار وتميت غادي للدرب. كلشي كيشوف فيا، منين شافوني جا بنادم كيسلم عليا كيقول لي توحشناك. دقيت في الدار وحل خويا الصغير كيشوف فيا حتى هو مصدوم. كنت لابس واحد حطه زوينه، عنقني وبدا كيبوس فيا وهي تقول لي الوالده شكون. قلت لي قول لها صاحبك. قالها صاحبه. سدينا الباب وانا نطلع، موقفت حتى لعندها، بقات كتشوف فيا واحد 3 ديال الثواني وهي تلاح عليا كتبوس وتبكي وتزغرت وكتعنق حتى في محمد. بقينا داوين شويه ويدخل الوالد، نفس البلان عاوتاني، بقينا مجمعين الوالده كدور تجي تجلس حدايا تعنقني. من بعد نط عيط للبرهوش هبط معايا، شديت داكشي اللي تقديت كامل كنت مخلي عند مول الحانوت اللي حدانا، عطيت لكل واحد فيهم داكشي اللي خديت ليه، فرحوا بيا بزاف. قلت لهم هاني جاي. خرجت انا ومحمد ومشينا عند بواه، جلسنا معاه وعاودنا ليه البلانات كاملين، بقينا جالسين حنا وياه وكان فرحان بينا. من بعد هبطت الكراج زيت الموطور ديالي اللي خليته في دار محمد، باقي كيف ما هو. مشيت قصدت الدار ديال غيزلان، سولت تما قالوا لي بلي ما باقيش تزوجات، قالوا لي بلي خونا اللي كانت بتزوج بيه ضحك عليها هو، المهم خدا لها شرافه. انا فرحت شويه، يلا تحركت محدا دارهم وانا نسمع عزيزه بالصوت ديالها. دارت وهي تجي لعندي كتجري، قالت لي فين غبرتي؟ شفت فيها؟ وقلت لها اختي واش كتعرفيني؟ قالت لي راه غير غلط وقع. قلت لها فاش كنتي ناويه تزوجي بخونا تقلبتي عليا، بلوكيتيني بدلتي النمره وكلشي، دابا علاش جايه لعندي؟ قالت لي غير سمح لي الغلط كيوقع. ركبت فوق من الموطور وانا نقول لها وداك الشرف اللي دالك تا هو غلط كيوقع، اسيري تهلاي. عفطت بنادم تما كيشوف فيا، شي وحدين بداو كيضحكوا عليها. قلبت السويع ورجعت لدارنا، لقيت الوالده مقاده كسكسو ومع دخلت للدار وانا نقول وامي وهي تنزل كتجري لعندي عنقاتني، قالت لي مالك ياك لاباس؟ قلت لها ريحه كسكسو هادي. قالت لي زيد تاكل مالك مجوعف. قبل ما ناكلو عيطت لمحمد قلت لي واش تغديتي؟ قال لي مازال. قلت لها جي ضرب كسكسو. قال لي هاني جاي. جا فعلا تغدينا مجموعين، قلنا للوالده بلي غادي نمشيو غدا، بدات كتبكي عاوتاني، ندمنا علاش قلنا لها اصلا. نضنا انا وياه خرجنا كنجلوقو
ما عرفت تدير بالي اخويا الصغير عنده دابا ديك 19 سنه. ركبتو معايا في الطوموبيل اللي جاب معاه محمد وديتو للمدرسه ديال البيرمي. خلصت عليه صراحه، خلصت رشوه بلا ما نكذب. قالوا لي سيمانه يدوز الامتحان، غيوريو كل شيء. خرجنا من بعد انا وياه ومحمد ديريكت لواحد لاجونس ديال الماطره، قلت ليه اختار. هو بقى كيشوف واحد تي ماكس، من بعد شاف فيا ويمشي لواحد الاس اش. قلت ليه تسنى هنا. طلعت للبيرو الفوق وخلصت لي داك تي ماكس، نزلت وقلت ليه غدا مع العشرة ديال الصباح اجي لهنا غيعطوك الموتور ولاكارت ديالك. حيت انا خديت من عنده لاكارت ديالو وعطيتها لهذوك اللي في الاداره، بقى كيبوز فيا. قلت ليه غير تهلا في الوالده والوالد وتبع قرايتك، ما خصك حتى شي خير. قال لي فراسك، جيت انا الثاني في المدرسه كامله. قلت ليه العام الجاي جي انت الاول نشري لك بحال الطوموبيل اللي عندي. هو يقول لي احلف بالله. قلت ليه والله حتى تستاهله. رجعنا للدار وقالها للوالده وقالت ليها علاش معذب راسك. قلت لها غير يشد في قرايته نتهلا فيه. مشيت لعند الوالده، ديك الفلوس اللي كنت ديجا صيفط ليه شرا بهم جوج ديال الهوندات، عطيهم لشي دراري خدامين بهم. ونهارو طالع، قلت لي المره الجايه نجي نشري لكم شي دار من غير هادي. دخلت تكيت طحت ناست كنت عيان. محمد حتى هو مشى لدارهم. ديك 9:30 ديال الصباح فقت، جمعت حوايجي ضربت بواحد الفطور، عيطت لمحمد خرجت لقيت انا وياه. قال لي 4:30 غادي تقلع الطياره. قلت لي عندك شي غرض؟ قال لي اه نقضي ونجي. مشى محمد ورجعت انا للدار. لقيت الوالده كطيب، قلت لها سير بها الوالده باش نتغدى معاكم. وجدات الغدا وتغدينا وسلمت عليهم في الدار، ما كاين غير البكا والنواح. قال لي البراوج ديال خويا انا غادي نتبعكم صافي. قلت لي واخا. عيطت لمحمد جاب الطوموبيل ومشينا للمطار. وقفنا تما، خويا كان واقف حدانا هبط على النقني كيبكي كاع. قلت لي راك راجل جمع راسك. وهو يسكت. قلت لي وتهلا في راسك في مالين الدار، خلينا الطوموبيل تما على حساب باش يجي لها واحد من الرجال ديال بات محمد يديها. مشى خويا فوق الموتور ودخلت انا ومحمد. عيط للبيلوط قال لي راه واجد. ركبنا دازو دوك الاجراءات، قال لي 9 ديال الليل نكونوا تما. جلست كنشرب في العصير في الطياره اللور ومحمد تا هو متكي. كنا طالقين الديسك ديال بلال، بقينا زاهين. من بعد حنا نضربوها بنعسه. وصلنا لتما كيهبطنا، عيط لسام الى عقلته عليه. جات لقى لينا في المطار، تحركنا معاه للدار لقيناه موجد لينا الماكله كاع. قصينا ضربنا بواحد النعسه حتى الصباح. جاب لينا نيت سام الفطور، فطرنا كان بيمشي وانا نقول ليه هاجي غدا مع 9:30 ديال الليل جيب كاع دوك خوتنا اللي قلت لك غنديروا العمليه. قال لي صافي مشات غدا تلقاهم معاك. مشى في حاله. خرجت انا ومحمد السلاحات كاملين اللي كنا مخبين، جبدنا كل شيء وحطيت الملف ديال خونا اللي غنضربوه الثاني، بقيت كنقرا فيه حتى دانا الناس. فقنا في الصباح فطرنا، عيطت لسام قلت ليه جيب خوتنا. دازت واحد 30 دقيقه عاد جاو، وريناهم البلان واتفقنا مع 12 ديال الليل غادي نمشيو. جا عندي سام ديك الساعه وقال لي بغيت ندوي معاك في شي موضوع. تعزلت انا وياه. قال لي راه رجال ما عندهم فين يمشيو دابا، راه جايين من مدينه واحده اخرى. قلت لي صافي بقاو معانا. قلت انا محمد حتى هو قبل ما ننعسو ضربت السلاح تحت مني وحتى محمد تحسبا لاي طارئ لا خوتني يتقلبوا ولا شي لعيبه. بقينا كندويو. سام عاود لهم على شنو درنا وكيفاش طرا باش ولا معانا. تغدينا ونعسنا ما فقنا حتى العشرة ديال الليل. نضنا وصيفط واحد يحيد البلاكات زعما الماتريكول ديال الطوموبيلات. شارجينا السلاحات وجدنا كلشي ولبسنا علينا. خرجنا بجوج طوموبيلات وصلنا مع 11:30. كانوا جوج ديال لي كارد كور قدام الباب من مور الصور شي سا، كل واحد شاد القند ديالو. ركبنا داك الرادار اللي بحال الكيت اللي كنتواصلوا به مع بعضياتنا وصيفط لقى الناس يشد بلاصتو. محمد مشى حط البيسي وبدا كيتواصل مع داك الهاكر على حساب الكاميرات. من بعد ويتواصل معايا لقى الناس قال لي راه شد بلاصتو. قلبت عليه فين كاين، بان لي ولد العبد مخبي فوق من واحد الشجره اللي عاليه. رجعت ركبت في الطوموبيل، هزيت السلاحات، هزيت جوج ديال الفراده، وهزيت حتى واحد الشفره من نوع رومبو وسلاح كبير ام 4A1. محمد كذلك، وهزينا قنابل. بقينا واحد شويه بانت لي واحد الطوموبيل وقفات قدام ديك الفيلا. جاو الكارد كورات اللي كانوا قدام الباب داروا بديك الطوموبيل، دخلوا داك خونا اللي هبط منا. قلبت الكاميرات اللي هاكا لينا داك الهاكر
لقيت شي 10 اللي كيبانوا ليا لداخل في الدار. سولت لقى الناس وقال لي راه ماشي 10، راه اكثر من 20 واحد لداخل، راه هادوك اللي بانوا لك غير اللي شاده الكاميرا. قلت لي منين تسمع الاشاره ديالي طيح دوك اللي في الجرده من اللور، طيح جوج. كنت كنشوف في الكاميرا دوك جوج معزولين، ولقى الناس داير داك السيلونس في السلاح ديالو. فعلا كان سريع وطيحهم بجوج ومدقه واحده، هما اللي كانوا شادين داك اللور. نقزنا من فوق من الحيط ودخلت انا وواحد من الرجال، حيدنا لهادوك حوايجهم ولبسناهم، وجدنا المسائل ولينا كنبانو بحالنا بحالهم دايرين كاسكيطات كحلين. من بعد جريناهم وحنا من فوق من السور، جا محمد داهم خباهم. حنا بقينا كنتصنتو في داك الرادار اللي كانوا دايرين هما. قلت لذاك اللي معايا زيد تبعني، تمينا دايزين من حداهم بعد عليهم بشي 7 متر، مداو ما جابو. دخلنا حتى للدار، كانت عامره بلي غارد كور. تمشيت شويه حدا الصالون فين جالس داك الشيباني اللي خصنا نطيحو، سمعتو كيدوي وكيقول بلي غيدير شي حفله، وانا نغمز خونا اللي معايا. قلت لي بقى هنا، مشيت انا للطواليط كانت كبيره، قلت لقى الناس يطيح جوج اللي كاينين جهه الباب. شويه قال لي صافي راه طاحوا، وانا نقول لمحمد لبس اللبسه اللي لابسين دوك اللي حدا الباب، انت واحد من الرجال داكشي اللي دار فعلا. رجعت انايا صيفط داك اللي خليته حدا الصالون، مشى حل الباب لمحمد وداك اللي معاه، كنا كاملين دابا لابسين بحالنا بحالهم. صيفط محمد يوقف حدا الصالون فين كاين الشيباني داير داك الاجتماع، مشى وقف شويه الشيباني بدا كيعيط، غمس محمد باش يدخل. دخل عنده محمد بالحطه، قال لي داك الشيباني بغاه يدي للطواليط. عاونو محمد حتى مشى حيت كان كيعرج بواحد رجل. دخل خونا للطواليط، جيت انا تابعهم، غمس محمد اللي كان قدام الباب ديال الطواليط، وانا حل الباب ودخلت على الشيباني قجيته، سديت ليه فمو، ربطته مزيان. من بعد وانا نتواصل مع سام، قلت ليه يطلع من فوق من السور اللوراني باش لوح ليه الشيباني. الجهه اللورانيه ديال الفيلا ما كانوا فيها لا رجال لا والو. يلا بغيت نخرجو، كان محمد قدام الباب شاف فيا وغمزني وقال لي جايين جوج. حطيت الشيباني اللي سد لي فمو وجبت السلاح، وقفت من مور الباب ديال الطواليط. محمد بعد شويه من الباب، هما جاو ديريك داخلي للطواليط. مع الدخله ضربت الاولاني، الثانيه الله بغى يجبد السلاح وجهه محمد من اللور، قجو وزد ليه فمو، بقى شادو حتى تخنق وغيب. الاولاني كان طايح حدايا، الغلط اللي درت انه داك اللي طاح حدايا دغيا فاق. الضربه ما كانتش ضربه اللي صحيحه باش تغيبو لشي مده اللي طويله، مع فاق عطاها للغوات، عطاها للغوات، عرفت القضيه حامضه. جا واحد من الرجال ديالنا وقف معنا انا ومحمد، كان مجد سلاح. طلعوا شي 6 ديال الرجال كيسولوا، قالوا لنا شنو واقع، وجاوبهم داك اللي معنا، حيت حنا هضرتنا باقا ثقيله غير عرفونا بغانيين. تسولوا على الشاف ديالهم وقال لهم بلي راه في الطواليط، مشاو كيجريو للطواليط. انا جبت السلاح انا ومحمد وداك خونا اللي معانا، ما دخلوا الطواليط بدينا كنتيريو فيهم. دفعتهم الطواليط وسديت عليهم كلهم، جوت تما جريت الشيباني من وسط منهم، طليت من واحد الشارجم تما، بانت ليا بلي الارض ما بعيداش بزاف، لحت الشيباني هكاك مربوط، عرفت بلي ما غيموتش. تلاحينا انا ورجالي داخلين معانا للدار من الشارجم نيت، حيت القضيه غتحماط دابا. جريت داك الشيباني حتى لعند سام في القند ديال الحيط، عطيتو ليه هو اللي طلعو من فوق من الصورة وخرجو. طلعنا حتى حنا وبدينا كنجريو حتى للطوموبيلات، هنا غتبدا المهمة ديال القناص، شي وحدين تبعونا. عطيت الأمر للقناص باش يبدا يطيح فيهم، كان كيتيري وهما ما كيعرفوش قرطاس منين جاي، شي اللي خلاهم يبقاو مخبيين. من بعد وانا عطيه الأمر باش يهبط، هبط كيجري لعندنا يركب معانا وحنا نتحركو. بعدنا بشي جوج ديال الكيلومتر بحال هكاك، عاد بانو لينا 4 ديال الطوموبيلات من مورانا. حنا كنا هي 3 ديال الطوموبيلات، واحد من الرجال ديالنا جبد داك القنبول اللي فيه داك الدخان، حل الشرجم وبدا كيزف بيه في الشانطي، الشانطي كله ولا عامر بالدخان. دوك الطوموبيلات اللي كانوا تابعينا جوج منهم دخلوا في بعضياتهم وتقلبوا في الجناب ديال الطريق، بقاو جوج. كسيريت انا دوبلت سام وتواصلت معاه وقلت ليه الرجال اللي راكبين معاك كاملين قول لهم يبداو يتيريو بالسلاح، يطيحوا الشيفور باش ما يبقاوش يقدروا يتبعونا. داكشي اللي فعلا داروا، بدا السلاح وحتى دوك خوتنا كيتيريو. داك القناص اللي معانا ضرب الشيفور ديالهم، تقلبت الطوموبيله الثالثه بقات وحده، هذيك الاخرى طليت وبديت كنتيري لجيتها. جبت لها واحد القرطاسه في البنو ديالها، دارت في الطريق ودخلت في واحد الشجره. ديك الساعه كسيرينا كاملين، ما نزلناش على 130 في السرعه حتى دخلنا للمدينه.
وقفنا في واحد القنت ركبنا البلايك اللي مغطين، ديت خونا للدار عندي ديريكت، دخلت ليها حيت ليلى فمو داك الشيء عطيتو ياكل، قال لي طلقني مشي في حالي، قلت لي ما نطلقك حتى تخرج الفلوس اللي عندك في البنكه، قال لي راه والله لا ديتيهم ربطتو مزيان وخليتو. مشيت انا عند رجال قلبت واش كاين شي اصابات، ما لقيت حتى شي اصابه. من بعد خليتهم في الدار وخرجت، مشيت لواحد السوبر ماركت تقديت منه شي حاجه غتخصني انا ورجال حيت خصهم ياكلوا. كي دخلت رجعت لعند داك الشيباني عطيتو سلخه ديال العصا، وانا مشيت زيت واحد الحقنه كان مصيفطها لنا ادوارد، جبتها ودرتها في السورانغ وانا نقرب لعند داك الشيباني. قلت لي عرفتي شنو فادي؟ بدا كيبكي وقال لي لا. قلت لي هذا اخيب فيروس، الا درتو فيك لحمك غادي يتفرتت، ما عندوش دواء. زيرتو وانا ندق لي ديك البرا فعلا. قلت لي في قل من 50 ساعه غادي تموت، غادي تفرتت كاملك، ولكن انا عندي الدواء، الدواء عندي بوحدي. جبت واحد المهدئ وقلت ليه ها هو، وانا خبيه بالزربه باش ما يقراش. قلت للدراري سيروا ترتاحوا باش غدا تخلصوا. ربط خونا مزيان، درتو في واحد المريوس ديت على امه. قلت ليه في راسك راه كل ما بقيتي محبوس كل ما الساعات ديال العمر ديالك كينقصوا. سبني صرفقته ويغيب، خليته مشيت ناس ما فقت حتى لديك الجوج ديال النار. جبت خونا ومع الجبده اللي جبتو قال لي دابا نعطيك اللي عندي كامل يحيد مني هاد المرض. حليت لي داك القنانب وداك الشيء، دابا راه قلت لي فيك مرض ما عنده ما يدير. ركبنا في جوج ديال الطوموبيلات ومشينا للبنكة. قالوا لنا بلي عنده تقريبا شي مليار و 680 مليون مغربيه، وقالوا لنا بلي حتى الغدا عاد تقدروا ترجعوا باش تاخذوها. داكشي اللي كان رجعنا للدار، قلت لواحد من دوك الدراري عطيه ياكل، قال لي واخا. فعلا عطاوه ياكل، انا نربطو من بعد مزيان. خليناه في الدار وخرجنا كنتسركلو. وصلت ديك السبعه ونص عاد رجعنا للدار، جبنا معنا الماكله وداكشي اللي كيخص، جلسنا ونعسنا كاملين في الدار ديك الليله. فقنا في الصباح مع 9 ونص، خرجت خونا وقال لي راه فيه الجوع، قلت لي حتى نجيبو الفلوس. بقى لك شي ساعه ونص وبدا الفيروس كينتشر في الجسد ديالك الا ما حبسناهش. ديك الساعه ريسكت لك قلبك، لحمك كله غيتفرتت وغتعذب. قال لي مشيو دابا. مشينا انا وياه ومحمد، اما سام خليته مع الدراري. دخلته وجبد لينا فعلا الفلوس حيت كان مخلوع. حطينا دوك فلوس في الطوموبيله وحنا نتحركو، مشينا معاه كتب لي كاع الاملاك دياولو. من بعد عيطت لسام قلت ليه جيب الدراري لعندي لواحد الغابه قريبه كنا كنتلاقاو فيها. دخلت انا ومحمد للداخل ديالها وداك خونا، منين وصلوا لعندي كلفتهم هما باش يقتلوه، ميمكنش يبقى حي حيت بحال هاد النوع هذا خطير، وكنخليهم هما يقتلوه باش هما يرتكبوا الجريمه باش ما يفكر حتى شي واحد فيهم يقلب وجهو شي نهار. فعلا صفاو عليه، تخيلوا معايا كلهم تيراو فيه. مات خونا تما كلفتهم باش يدفنوه، غبروا ليه الاثر كامل سالاو. من بعد طلعنا للطوموبيلات وتحركنا للدار، جلسنا واحد شويه وطلعنا كاملين لواحد البواط سميتها مودي بيرت. خرجنا لتما ومشينا نزهاو، حتى الرجال بغيتهم ينفسوا شويه على ريوسهم. ضحكنا ونشطنا شويه وشطحوا الدراري وكان كل شيء غادي مزيان. من بعد تحركنا حتى لواحد الخلا، حليت الكوفر جبت الفلوس عطيت لكل واحد فيهم حقه، وعطيت لمحمد حتى هو حقه كنقسم انا وياه بالنص. المهم كل واحد خذ الحق ديالو وكانوا فرحانين. رجعنا في حالنا كنا عيانين وكاين فينا اللي سكران، ارتاحينا وما فقنا حتى للصباح. فيقت خوتنا خرجت نجيب ما ناكلو، قصينا مجموعين وقلت للدراري دابا تقدروا تحركوا في حالكم، المره الجايه نعيط ليكم. انا ومحمد صونينا على البيلوت، قلت ليه وجد لنا الطياره باش نمشيو، قال لي اوكي شويه وانا معاك. قطع هو وانا نسمع شي طوموبيل وقفت قدام الباب ديال الدار. طليت لقيت سام جا، طلع وقال لنا المخزن راه كيقلب ولكن مازال ما عرفش شكون اللي دار هادشي. قلت لي دابا غير سير لدارك ونسى. مشى هو وجمعنا حنا حوايجنا وبقينا كنقصيو. شويه صونا ليا البيلوت قال لي راني واجد. خرجنا الطوموبيلات وتحركنا، صونيت على سام قلت ليه جي من مورانا هز الطوموبيلات من جهه المطار خبيهم ونسى القضيه حتى يهمد البلان مزيان. قال لي اوكي. تحركنا حنا للمطار، لقينا البيلوت كيتسنانا، دازو دوك الوسائل وداكشي وركبنا. طلعنا للطياره ولقينا واحد المضيفه كاينه تما في الطياره، قال لينا البيلوت بلي جابها باش تخدم. قلت لي مرحبا بها، كانت روسيه. كي جلسنا في الطياره ديالنا جات لعندنا قالت لنا واش تشربوا شي حاجه. محمد قال ليها
شي نص نص تكون قاصحه وشي مسمنه، اختنا ما فهمات والو. ويقول لها جوج بيرات جوج بيرات. جابتهم ليه، تحركنا وشدينا الطريق حتى وصلنا للمغرب. وصلنا ونعيط لواحد لاجونس جابوا لنا جوج ديال الطوموبيلات على حساب باش نكريوهم. كانوا بجوجهم مرسيدس كلاس، سنينا على شي وراق، خلصنا دوك الطوموبيلات حتى هما. البيلوط وصيتو باش من يحتاجو نعيط ليه. كانت وحده في الطوموبيلات حمراء وحده صفراء. محمد تحرك لدارهم وانا نقول لديك المضيفه ديال الطيران اللي بغات تمشي معايا. قالت لي اوكي، مشات معايا فعلا. تمينا غادي انا وياها، وقلت لها بلي غادي عند والديا. وصلنا للدرب وكلشي كيشوف، وريوس خارجين من الشراجم ومع الجاج كحل، ما عارفينش شكون. صونيت على خويا قلت لي فينك، قال لي كان راجع مع صاحبي. قلت لي جي للدار انا تما، قال لي واخا دابا. دغيا جا فعلا، وقف حل الباب. عاد نزلت انا من الطوموبيل، ندمت على جبت معايا الروسيه هادي. كتبان صراحه باسله بداك اللباس اللي لابسه. سلمت على الخوات دغي ودخلت للدار. طلعت لقيت الوالده كتوجد الغدا، شافتني تلاحت عليا. هي شافت ختنا وهي تقول لي ايا هاد الخليقه ما لابسه والو، شكون هي؟ قلت لها راه قاوريه عندهم عادي هادشي. قالت لي وهنا راه ما عاديش. تلفت بالي اخويا كيوريها في الدار، وفي ديك الساعه بالضبط دخل الواليد. حتى الواليد سلم عليا وما حيدش عيني على ديك القاوريه. 15 ثانيه هو كيشوف فيها، حتى نغزاتو الوالده. قال لي شكون هادي؟ قلت لي هادي غير المضيفه ديال الطياره ديالي. قال لي الواليد الطياره؟ منين جاتك الطياره؟ قلت لي راه ديال رئيس اللي خدامين معاه. قال لي شمن رئيس هذا؟ قلت لي دابا رئيس دابا واحد البرلماني في امريكا لاباس عليه، انا ومحمد هما لي كارد كور ديالو. قال لي كنتي خدام في شركه ديال الديكور؟ قلت لي راه بدلنا الخدمه هادي حسن. الوالده سمعتني بدات كتزغرت، قالت ليهم وليدي خدام مع الرئيس. باركات ليا هي والواليد. هذيك القاوريه غير كتشوف ما فاهمه حتى حاجه. وجدت لنا الوالده الغدا، ختنا طاحت في الماكله كاو، خليتها معاهم في الدار وخرجت انا والبراوج ديال خويا. خرج معايا، تقدينا كاع داكشي اللي خاص لمالين الدار، وخديت لهم كادوات. رجعت وعطيت لكل واحد فيهم ديالو. سولت الخواد غير كيداير مع القرايه، وقال لي حسن منك. قال لي بلي هو جا الاولاني في القسم في لونغلي. قلت لي برافو عليك. خرجت من بعد مشيت سولت واحد المكتب سمسار كبير، اجونس كبيره، على شي فيلا تكون زوينه. لقيت وحده كاينه ومفرشه ومقاده بكلشي ليها، خاص هي اللي تكون فيها. مشينا شفنا انا ومالين الدار وخويا، والصراحه كانت واعره، فيها بيسين، فيها كلشي، فيها حتى واحد التيران ديال الباسكيت. سولت على الثمن لقيتها ب 740 مليون مغربيه. قلت لي واخا نتكاتبو دابا. قال لي واش الفلوس موجوده؟ قلت لي كلشي كاين، غير طلقنا. قال لي صافي. مشيت تيريت كاع داك المبلغ كامل، صيفطوا معايا البنكه ثلاثه ديال الناس باش ما يديش ليا شي واحد فلوسي. تكاتبنا فعلا. خديت واحد الطوموبيله جديده حطيتها في الكراج، ردي الطوموبيلات ديال الكرا لماليهم. من بعد مشيت انا والدار هزينا كاع داكشي اللي خاص، هزينا هي داكشي المهم من الدار القديمه، وقصدنا الفيلا ديريكت. هادشي كله وقع تقريبا في نهار. طبعا الاجراءات ديال الاوراق ما سالوش في نهار، ولكن حنا خلصنا الفيلا في ذاك النهار وخديناها. بقات غير القاوريه في الدار ديالنا قديمه. مشيت نجيب القاوريه لقيتها كتبكي. قلت لها مالك؟ قالت لي بلي با دار شي كسيده خايبه وبغات تمشي وخاف تقولها ليا. ركبت هذيك الساعه ديتها للمطار، عيطت للبيلوط قلت ليه وصلها، وقلت ليه بقى مع عائلتك حتى انت من يحتاجك نصوني ليك. مشى حتى هو وحسيت براحه هذيك الساعه. رجعت الفيلا لقيت الدار كيوجدوا في الحوايج كيحطوا في داك الشيء. خليتهم ومشيت لعند محمد، ما لقيتوش في دارهم. لقيت غير با سلمت عليه. لقيت محمد عاود ليه السون كامل. قلت ليه عمي بغيت ندوي معاك. قال لي خذ راحتك. قلت ليه انا بغيت نتزوج بنتك احلام. بقى كيشوف فيا. قال لي واخا سير الكوزينه سولها، سولها هي. نطت داير راسي حشمان، وقفت عليها وقلت لها احلام اش كديري؟ قالت لي غير كنطيب شي طياب من اليوتيوب. بقيت كنضحك، بقات كتضحك معايا. وقف علينا باها البنت تلونات، ويقول لها باها احلام راه عزيز جا بغا يقول لك واش باغي تزوجي بيه على سنه الله ورسوله. ختنا تبكمات، بقات ساكته. با هنا قال لنا ونخليكم جوجكم، ويدير ليا ديك الاشاره ديال اطونسيون ومشى. بقيت داوي معاها وقالت لي موافقه.
وقالت لي حتى بلي راني كنت كنعجبها من نهار عرفاتني. رجعت جلست مع باه وبقينا داوين. شويه دخل محمد قال لي با فين كنتي؟ قال لي محمد كنت كندور دزت لعند عزيز وما لقيتوش وعرفتو غادي يكون هنا عندنا. قال لي با راه محمد باغي يخطب احلام ويشوف فيا محمد. قال لي انا منيتكم كدويو؟ قلت لي اه منيتنا. ويقوليش غنقول لك خويا انت راجل وانا ما عندي ما نقول الا قبلات ما نزيدك غير الله يسهل عليك. ضحكت معاهم وجلسنا شويه وانا رجع للدار. ناس فقط الصباح فطرنا مجموعين وانا نقول لهم منين تسالي وعندي لكم مفاجاه. سولوني شناهي وانا عزل الوالد والوالده قلت لهم بغيت ندوي معاكم. قال لي الوالد دوي. قلت لي بغيت نكمل ديني ونتزوج بخت محمد. قالت لي الوالده انا معاك وليدي. قلت لهم بعد غدا نمشيو نخطبوا. قالت لي ان شاء الله. جبت التليفون وصونيت على احلام اللي كنت ديجا خديت نمرتها. قلت لها اليوم نخرجوا انا وياك؟ قالت لي راه بابا ما يخلينيش. قلت لها انت ماشي سوقك. قطعت وصونيت على باها. قلت لي هو لي ما تعطلوش وصافي. قلت لي راه غير غنشريو لخواتهم وصافي باش بعد غدا نجي نخطبها. قال لي بيناتكم. قطعت وخرجت مشيت ديريكت لواحد القنت لواحد الموقف هزيت واحد البنت باقا صغيره درت لها لونكيت. كانت بنت الناس وضريفه. قلت لها من اليوم غتبقى خدامه عندي في الفيلا عيشي معانا خلاص كراه في البنكه ديما تلقايه. قلت لي انا ما كيهمونيش الفلوس كيهموني غير الناس اللي خدامه عندهم يتعاملوا معايا مزيان. انا كبرت غير في الخيريه وما عندي عائله. قلت لهم مالين الدار من اروع خلق الله. وصلت للدار عندنا زعما الفيلا عرفت عليهم وريتها بيتها جبتها باش تعاونهم هادي حيت الفيلا كبيره. خرجت عاود ثاني صونيت على بات محمد قلت لي بغيت شي جوج ديال لي كارد كور ولا اربعه. قال لي موجودين. مشيت لعندو جبت اربعه وريتهم بلايصهم حدا الفيلا. كانت في الجرده ديال الفيلا اللي كانت كبيره واحد الدار صغيره ما بيهاش. تقدهم وتفوتهم ليه. قلت لهم خذوا راحتكم. قلت لهم مالين الدار الوالده غير كترضي عليا فهاد الدقائق هادو كنت قلت لها راني قتلت واحد تقول لي الله يرضي عليك. تغدينا كاملين. البنت اللي جبت كانت كتعاون مع الوالده. من بعد وانا نخرج هزيت الطوموبيل عيطت الاحلام قلت لها 20 دقيقه وغنجي لعندك باش نمشيو. قالت لي صافي. تحركت لعندها هزيتها وبقينا داوين وكندورو. هي مازال حشمانه مملفاش باينه فيها كتفتف في الهضره. وقفت حدا واحد الحانوت قلت لها جيبي شي قاعه ديال الماء عافاك وشي عصير. هي مشات وانا نزلت تليفونها اللي خلات في الطوموبيل. كان ما فيه لا كود لا والو. دخلت ديريكت الواتساب لقيتها كدوي غير مع صحاباتها. حطيتو جات شرب داك الماء ونزلنا انا وياها تحركنا لواحد المول كاين في بلايا. دخلنا عند واحد الدايبي تما شرينا خواتم شريت لها واحد السلسله ديال الذهب خديت وحده ديال النقره واعره بزاف. تعرفت على البنت شويه كانت بنت طيبه والله عمرها ظهر. تعشينا انا وياها في منار بارك طنجه هو اللي غيعرفوا البلايصه. وصلتها لدارهم دخلت تحت سلمت على باها ومحمد بقينا داوين. وقلت لي غدا غنجي مع ديك الخمسه ونص ديال العشيه. من بعد تحركت للدار لقيت دوك لي كارد كور دايرين خدمتهم جوج حدا الباب في واحد البيت ديال الحراسه ديجا كانت تما وجوج لداخل. مع وقف تحلوا لي الباب قال لي واحد على سلامتك سيدي انا ما عجبنيش الحال. قلت لي بلا سيدي سميتي عزيز من اليوم عيطوا لي عزيز. من بعد وانا ندخل عيطت على الخوات غير لقيتو كيراجع مع صاحبه قال لي شويه وهاني جاي. بقيت انا مكونيكتي مع احلام شويه ويجي خويا. قلت لي اجي ندوي معاك. جا وانا نعطيه ديك السلسله ديال النقره. الوالد جا جلس واحد شويه قال لي انا غادي خارج. سمعتو كيديماري في ديك الخرشاشه ديالو واحد البيجو 206 هبط عندو. قلت ليه تسنى ندوي معاك. دخلتو للكراج عطيتو السوارد ديال الطوموبيل اللي خديت. قلت لي هادي ديالك من اليوم. فرح وباس ليا راسي. خرج هو وبقيت انا مكونيكتي حتى جات الوالده لعندي قالت لي فين هو باك. قلت لها خرج. قالت لي راه ديما كيجي بكري واليوم تعطل. جبت التليفون كنصوني عليه تليفونه طافي. خرجت هزيت الطوموبيل الثانيه عييت ما نقلب والو. صونيت على محمد جا لعندي وبقينا كنقلب وانا وياه والو. شويه بدا كيصوني لي التليفون جاوبت سمعت السلام عليكم. قلت وعليكم السلام شكون معايا؟ سمعت واحد الصوت قال لي معك سبيطار محمد الخامس. واحد السيد دارك سيده بطوموبيل لقينا نمرتك انت اخر واحد صون عليه. هو يقطع لابيل بديت كنصوني ما كيجاوبونيش. كسيري ديريكت للسبيطار انا ومحمد. دخلت ليه سولت وقالوا لي الفوق في قاعه العمليات. طلعت وبقيت واقف تما كنتسنى الطبيب يخرج. محمد كان واقف حدايا حتى هو مصدوم شويه ويخرج الطبيب. قلت لي شو طاري؟ سولني شنو كان جي السيد اللي مضروب. قلت لي راني ولده با هذاك.
قال لي بلي تهرس من رجليه وتضرب في راسه ضربه خايبه. قلت لي واخا بغيت نحولو لسبيطار اخر؟ قال لي حتى الغدا غادي يمكن لك تديه. خرجت انا ومحمد مشيت للدار، قلت للوالده بلي الوالد دارك السيده وراه في السبيطار، وقلت لها ما تخافي والو غير تهرس من رجليه. بزز باش تكالمات، ما بغيتش انا ندي السبيطار ديك الساعه تشوفو، انا مبغاش يديني النعاس ديك الليله. حتى ضربت ديك 4:30 ديال الصباح عاد نست، فقت مع 10 صونيت انا محمد جاو مشيت للسبيطار. قالوا لي بلي خصني نعيط على لومبيلونس باش هزو. خرجت على برا عطيت لواحد خونا 200 درهم جا معايا خرجوه وديتو لاحسن سبيطار. ما وقفنا حدا الباب، خرج الطبيب وواحد جوج جايبين كاروسه ودخلوه. جا لعندي الطبيب وقال لي بلي خاصو الوراق باش يشوف شنو يدير. خليت محمد معاه، انا رجعت بالزربه للسبيطار، عطاوني اللي بغيت واحد 50 درهم للسيكوريتي وواحد 200 درهم للطبيب. رشوه قاضيه الغرض. رجعت من بعد السبيطار اللي فيه الوالد، عطيت للطبيب الوراق دخلهم معاه. بقينا كنتسناو شي 15 دقيقه هكاك، خرج وقال لي بلي خاصه الاب ديالي عمليه. قلت لي شنو كتسنى؟ قال لي خصك 20 مليون باش ندوزو عليه. قلت لي جاتك هير بدا على الله، يلا سير على الله. بقيت كنعمر انا مع واحد الفيرمليه شي وراق. من بعد خلصت سولت الطبيب قال لي غير سير ترتاح دابا غدا يكون خير. تحركت للدار، قال لي محمد غدا نتشوفو، مشى حتى هو في حالو. دخلت وعلمت الوالده بشنو كاين، قلت لها بلي الوالد حتى الغدا عاد غيفيق، ما بغيتش نديها تشوفو هو ما فايقش. صافي طلعت لبيتي تكيت حتى الصباح، مشيت للسبيطار ما ديتش معايا الوالده عاوتاني. قالوا لي بلي العمليه نجحات ويمكن لي نشوفو. دخلت بست لي راسو سولته كيفاش طرا هاد البلان. قال لي بلي كان غادي وطاح لي التليفون تحنا جبدو بالزربه وكان سايق ديك الساعه حتى حل عيني هنايا. قال لي اسمح لي يا ولدي على الطوموبيل. قلت لي الطوموبيل ما عندنا ما نديرو بها، انت اللي بقى معانا. يلا انا غنمشي نجيب الوالده راه مفقوسه عليك بزاف. تميت خارج وبانت لي ديك الفيرمليه اللي عمرت معاها الوراق. مشيت لعندها وطلبتها باش ترد البال للوالد ودورت معاها، ما بغاش تشد من عندي فلوس وانا نتحرك. مشيت جبت الوالده عما الخوادري فتبعنا بالموطور، وصلنا ودخلنا عند الوالد خليتهم معاه. خرجت انا شويه تقديت داكشي اللي خاص الوالد، دخلت ليه داكشي. محمد جا هو وباه لتما، جا باه يدير الصواب، بقى معانا بات محمد شويه وهو يتحرك. خرجت انا تحركت الفوريان، خرج الطوموبيل اللي دار بها الوالد كسيده ديتها تصلح. رجعت وانا نلقى الخوادري الكبير اللي ساكن في مدينه واحده اخرى حتى هو تما. سلم عليا وقال لي فين غبرتي؟ جا باش يشوف الوالد. قلت لي غير الدنيا. من بعد تناقشت انا وياه وعطيته السوار ديال الدار القديمه. قلت لي هاك راه دابا الدار القديمه خاويه، سكن فيها ما تبقاش كاري. فرح وقال لي شكرا. لقيتيني نيس مزير هاد الايامات، نيس سمعتو قال ديك مزير ديتو معايا للبنكة وهو ما فاهم والو. تيريت شي 5 ديال المليون هكاك، سنيت شي وراق، بقيت كنتسنى واحد 20 دقيقة عاد عطاوها ليا. خرجت انا وياه ركبنا في الطوموبيل وانا عطيهم ليه، ما بغاش، بقيت لاصق فيه حتى خداهم. رجعتو للسبيطار لقيت وقت الزيارة تسالى، هزيتهم وصلتهم للدار ورجعت لعند الطبيب. قال لي بلي الوالد خاصو شي سيمانة عاد يخرج. قلت لي صافي. خرجت تحركت للدار، ضربت بواحد التدويشه، قصيت، بقيت حال التليفون، تكونيكتيت شويه مع احلام. من بعد مشيت عند الوالده قلت لها بلي الوالد غيبقى شي سيمانه عادي يخرج. بقيت جالس شويه ويصوني ليا ذاك سام، عقلت عليه. قال لي فين؟ واش ما غاديش تجي؟ قلت لي واحد 10 ايام وغنجي. قال لي بزاف، راه القضيه بردات، ما لقاوش الاثر ديالك نهائيا. قلت لي راه ماشي هكاك، راه الوالد دارك سيده. قال لي بالشفا. قطعت عليه وطلعت البيت ديالي عاوتاني، يلا حطيت راسي على المخده ويديني الناس حيت كنت مهلوك بزاف. حليت عيني على التليفون كيصوني، جاوبت سمعت واحد الصوت ما عرفتوش ديال البنت. سولت شكون معايا، قالت لي بلي هي الفيرمليه اللي كاينه في الكلينيك. قلت لها منين جات انا مرتي؟ قالت لي بلي هزاتها من الملف اللي خليت ليهم. قلت لها ياك لاباس؟ قالت لي غير بغيت نسولك. قلت لها نعم. قالت لي بنتي ليا لاباس عليك وخدام مزيان؟ قلت لها اه. قالت لي عندي واحد خويا غير جالس في الدار، كان كيسوق الكاميو شي فوروار، الا عندك شي خدمه ليه. ضربت لي في راسي الطن، فعلا انا خاصني شي شيفور. قلت لها واخا عطيني نمرتي تواصل معايا. شكرتني بزاف وقطعت. نط غسلت وجهي، دازت شي نص ساعه بحال هكاك ويعيط لي اخوها، كانت سميتها هي فاتي. جاوبتو قلت ليه يجي لعندي ويجيب البيرمي ولا كارت ديالو. قال لي عطيني 30 دقيقه وانا معاك. نط انا دوشت
جلست كنفطر ويصوني، قال لي انا في العنوان اللي عطيتيني. نزلت حليت ليه وتحركنا انا وياه، فطرنا بجوج. عطاني البيرمي وعطاني كل شيء. بيرمي عنده كونفيونس، خونا محترف. قلت ليه يلا نجيبو الطوموبيل. مشيت انا وياه عند خونا اللي خليت لي الطوموبيل باش تصلح. خلصو عطيت الكونتاكت لزكريا خوفاتي شيفور، خديت من عنده فوتوكوبي ديال لاكارت، تفاهمنا على الثمن وتهليت فيه مزيان صراحه. قلت ليه وسير دابا بدا خدمتك جيبها الوالده من السبيطار راه كاينه تما. مشى هو وصونيت انا للوالده قلت ليها شنو كاين، وجابها فعلا الشيفور. انا نزلت لعندو قلت ليه الطوموبيل دابا بحال ديالك، ها هي عندك، يحتاجك شي حد من الدار غيعيط لك ما تعطلش عليه. قال لي ولا عليك. نزلت انا ركبت في الطوموبيله الاولى، دزت عند محمد للدار، لقيتو كيدريني، تسنيتو حتى دوش وتحركت انا وياه للسبيطار عند الوالد، ريحنا معاه شويه. من بعد خرجنا انا ومحمد مشينا لواحد البواطه، دوزنا في هذيك الليله صراحه كنا موحشين الزهو. منين سالينا مشيت تبت مع محمد حتى تعطلت في الليل. الصباح مشيت للدار، قالت لي الوالده فين كنتي، قلت لها عند محمد. عطيتها النمره ديال زكريا وعطيتها المالين الدار كاملين، قلت لها الا احتاجت شي حاجه شي واحد يوصلك ولا شي صخره عيطي ليه هو غيقضي لك الغراض. قالت لي الله يرضي عليك اوليدي. باقي كندوي انا وياه ويدخل الخوادري كان ناشط. قلت لي مالك، قال لي ما غتيقش. قلت لي شنو، قال لي جبت في الامتحان ديال لونغلي 20 على 20، انا الاول في القسم. قلت لي هكاك نبغيك، وشنو بغيتي دابا؟ قال لي كيفاش؟ قلت لي بغيت ناخذ خويا العباد ديال القرايه شي حاجه. قال لي بغيت شي بيسي نبقى نقرا فيه ونتكونيكطا. قلت لي جاتك. صونيت على زكريا قلت لي جيب شي بيسي يكون واعر. قال لي دابا شي 15 دقيقه نجي لعندك. مشى قضى الغراض، جا كيصوني عليا، خرجت لعندو، جاب لي البيسي كان زوين 8 جيجا فرام، ديسك دير عندو صحيح، فيه الجرافيك انفيديا كلشي هو هذاك. قلت لي شحال خديتيه؟ جبد لي الفاكتوره كانت فيها 6000 درهم، عطيتها ليه هو يخرج، عيطت على الخوادري، جا لقاني شاد البيسي، قال لي كي درتي لها؟ واش ولدتي هذا البيسي؟ قلت لي جابو الشيفور، شد من عندي البيسي فرحان وانا نخرج. خرجت شريت لي شي لبسات اللي واعرين، من بعد مشيت ركبت الويفي في الدار. المهم دازت ديك 9 ايام، الوالد خرج من السبيطار ولكن مكيقدرش يمشي، كان باقي عيان. محمد عطاه غير الزهو. انا دويت مع احلام وقلت لها ناجلو الخطوبه وداك الشيء واحد شويه حتى يولي الوالد بخير. قالت لي صافي. صونيت على البيلوت قلت ليه بغينا نمشيو. عيط لمحمد حتى هو قلتها ليه، قال لي حتى هو نيت قاتلوا الملل هنايا. قبل ما نتحركوا للطياره صونا لي الخوادري قال لي بلي شي دراري كيتسناو قدام المدرسه ديالهم محلفين عليه. قلت لي صافي كون هاني. ديت معايا محمد وعيطت على لي بوديغارد اللي في الدار، ديتو معايا حتى هما. وقفنا حدا المدرسه مع 53، بقى 4 دقائق ويخرج الخوادري مع 4. صونيت ليه قلت لي خرج عادي بحال ما كاين والو. قال لي واخا. ضرب داك الجرس وما يبانوا ليش 5 ديال الدراري كبار عليه شادين الجناوه، خويا تم خارج هو واحد البنت وهما يوقفوا عليه. انا قلت لدوك اللي معايا نزلنا كاملين، مشينا شديناهم عطيناهم سلخه ديال العصا، تحد ما فكهم مدرسه كامله ما كتحملهمش كلشي كيتفرج. وقفت خويا قلت لي مال هادو معاك؟ قال لي بلي تصاحب مع هاد البنت اللي معاه وهما كيقولوا لي تفارق معاها، كانوا باقيين ملونسين خوتنا في الارض واحد فيهم بغا ينوض. انا ما فطنتش حتى جبت الفردي من تحتي، ما جبت الفردي كنسمع غير الغوات، خبيته بالزربه. بنادم بدا كيضحك تما، ناضوا هادوك خوتنا طاول الجرا كلهم خواو القنت. خويا جبد الموطور طلع مع هذيك البنت وتحرك. محمد مشى للدار يجمع حوايجو، انا كذلك. سلمت على مالين الدار قلت للخوادري في ودنو رد البال لراسك لكن شي حاجه صوني عليا. قال لي شكرا بزاف. عيطت لزكريا شيفور، وصلني لدار محمد، سلمنا على الوالد ديالو وخرجنا. وصلنا زكريا للمطار، قلت لي فلوسك غتلقاهم في البنكه. قال لي طريق السلامه. طلعنا للطياره ولقيت ديك المضيفه تما كتسنانا، جلسنا وما حسيناش بالوقت حتى قال لنا البيلوت في داك المايك على سلامتكم. نزلت صونيت على سام جا من مورانا، وصلنا للدار بقى مريح معنا شويه ومشى، بقينا كندويو انا ومحمد. ما لقينا ما يتكال، خرج محمد جاب التقضيه قصينا ضربناها بناسه. نضنا في الصباح صونيت على ادوارد قلت لي بغيت القرطاس والقنابل، قال لي في الليل يكونوا عندك.
دابا بقاو لينا جوج خصنا نطيحوهم ونرجعوا في حالنا لبلادنا برزقنا وكلشي ديالنا ونتوبوا. جبت الملف ديال واحد فيهم كان كيبيع ويشري في الكوكايين والحشيش خطير بزاف. مشيت طليت على الفيلا ديالو هي الاولى. دايز من حداهم يوقفوا علينا جوج ديال لي غارد كور. قال لي واحد فيهم شكون نتوما؟ كان معانا سام. قال ليه حنا غير تالفين هنايا بغينا نمشيو للتيران. قال لي لاخور خاصكم ترجعوا منين جيتو ولا زدت شفتكم هنا وجبد السلاح. قلت لي انا صافي سمح لينا. رجعنا فعلا. قال لي سام هذا باينه فيه شافنا قبل ما نوصلوا تمينا راجعين في حالنا. بديت كندور في عينيا بانوا لي الكاميرات في الشجر بعيد على الفيلا. خوتنا كيراقبوا حتى كاع داك السيركل اللي دايره بالفيلا. رجعنا للدار وبدينا خدامين في البلان اللي غنديرو. سامسون على خوتنا وقال لهم وجدوا راسكم ما بقى والو غنضربوا الضربه جديده. قالوا لي حنا معاك. بقينا هكاك حتى الليل. جات كريستينا عندنا جابت لينا السلاح ودات معاها الخلاص ديال السلاح. داكشي اللي طلبنا كله جابته. قلت لها سلمي لي على ادوارد ومشات. بدينا كنقادو في السلاحات. درت البيسي تشارجا. سام مشى ناسنا وفي الصباح نضنا كملنا البلان. صونينا على الدهي كاملين وقلت لهم اليوم مع 11 ونص ديال الليل تكونوا هنايا. داكشي اللي درنا دوزنا النهار هي في السلاحات كنركبوهم حيت ادوارد كيصيفطو مفارقين خصك انت تجمعهم وتركبهم. قرينا البلان مزيان. وصلت الساعه جاو خوتنا لبسنا اللباس ديالنا درنا المضادات ديال الرصاص ولي ماسك حتى هما وخرجنا. ركبنا في الطوموبيلات وتحركنا خليناهم بعاد. خرجت بوحدي وجبت البيسي صيفطت لذاك الهاكر باش يتكلف بالكاميرات. فعلا الهاكر خدا وقت لي قليل. قال لي صافي راهم تحت الامر ديالك. بديت كنشوفو الفيلا كتبان ليا دابا من الداخل. الكاميرات دايرين شغلهم. بان ليا الفيلا عامره بنادم. كانت تما لداخل كاينه حفله. قال لي محمد واقيلا نقلبو السلت سعود. قلت لي ماك حمار هادي هي الفرصه. حيدنا بعدنا ولبسنا كاملين لي كوستيم درنا السلاحات تحت منا وقربنا للفيلا. القضيه تما مزيره كيقلبوك عند الدخله عاد خاصك الدعوه تكون عندك. شفنا حتى عينا ورجعنا. بقاو معايا الدراري ديك الليله. سام مشى لدارو حنا بقينا مجمعين ديك الليله انا والدراري. جبت التليفون وتواصلت مع احلام. صونيت عليها وجاوباتني. بقيت كندوي انا وياها وكنتهنب عليها. راكم عارفين الحلال هادي. داني الناس فقت الصباح لقيت الدراري ناعسين غير داك لقى الناس اللي فايق. قلت لي تحرك معايا نجيبو شي ضويره. قال لي هي الاولى. خرجنا كندورو حتى وصلت ديك 11 ديال النهار. رجعنا فيقناهم فطرنا خرجنا مجموعين واحد التركيله واعره بزاف. رجعنا عاوتاني للدار خليتهم في الدار وخرجت انا عند الحلاق درت واحد الحسانه مريضه. حلقت ورجعت دوشت. لقيت سامو وجد الغدا تغدينا وقلت لهم الدراري دابا راه 3 و4 غنعسو دابا باش الليل يكون البدري 100%. هي هذيك ضربناها بناسا حتى ل 8 ديال الليل. فقنا وجدنا تاني تحركنا انا وواحد طلعنا في الطوموبيل محمد والاخر في طوموبيل وسامو لقى الناس في طوموبيل. قربنا لتما وجبت البيسي طليت على الكاميرات بلوكيتهم كاملين. درنا على ديك الفيلا كامله اللي كانت كبيره تقريبا قصر حتى جينا لها من اللور. جبت عاوتاني البيسي طليت على الكاميرات خدمتهم. لقيت جوج ديال لي غارد كور حدا الباب وجوج لداخل من مور الباب. عاد شي ربع حدا الباب اللوراني. اما لداخل فكاين شي 18 كيدورو. ركبنا داك الرادار باش كنتواصلو. هزينا السلاحات والقرطاس وكلشي بالزيت حيت ما عارفينش شحال غيكونوا لداخل. حطيت القناصة في احسن بلاصة مركز فيها. بدا كيطيح في دوك اللي على برا. اللي على برا لا طاحوا ما غيشوفوهمش اللي على الداخل. داكشي علاش القناص تبدل على ثلاثة ديال البلايص. كيقتل جوج وكيمشي يدور من ليه كيطيح جوج بالسيلونس. من بعد دخلنا مع الباب انا وسام ومحمد والاخر. تمشينا في الجردة من اللور حتى للشرجم ديال الطواليط. بدينا كنطلعوا واحد بواحد. الطواليط كانت كبيرة بزاف. حليت الباب بشوية كنطل وكنسمع الضحك. انا كنقلب على اخونا فين جالس. كان جالس في واحد الصالون لداخل وكان حدا الضحك ديال البنات. بقينا لابدين في الطواليط. تواصلت مع القناص قلت ليه سير جلس في الطوموبيل. قلت للدراري بقاو هنا. تمشيت غير انا وسام. خرجنا دقه دقه ودخلنا للكوزينه بلا ما يشوفنا حتى واحد.
وجدنا واحد السائل اللي كيخلي بنادم يفقد الوعي. كان خاصنا الا بينا نجروه خونا من الصالون ومع البنات نجروه بلا صداع، حيت الا دار شويه الصداع يسمعونا خوتنا كاملين. تسنينا واحد المده اللي طويله حتى تكنعس هو ودوك البنات. تمشيت انا وسام بشويه لتما، حطيت لي داك البروطوي على وجهه فقد الوعي، بديت كنجرو فيه من وسطهم بلا ما ندير حتى شي حس. وحده يلا بغات تفيق وانا نضربها بالقبضه ديال السلاح حتى فقدات الوعي. جريتو بشويه رديتو للطواليط عند الدراري بجوج، طلعناه من الشارجم هبطوا جوج دراري باش يتلقاو ليه لتحت، هبطناه للجرده. في الجرده كتفناه مزيان واخا كان فاقد الوعي، طلعتو ديريكت للطوموبيله. هادي كانت اسهل مهمه نقدروا نديروها ما بين هادو اللي دوزنا، ما ناط لا روينه لا والو. بعدنا بالطوموبيله على ديك الفيلا كامله، بعدنا وكيمشي شي مسافه اللي كبيره، هبط خونا وتسنيتو حتى فاق. يلا بغى يغوت هو يصرفق وسام بالجهد. خونا شاف فيا سكت، قلت لي غادي تكتب لي هاد الفيلا هادي في سميشي دابا، قال لي اش كتخربق. ضربته بالجهد ولكن خونا ما بغاش. قلت لي غندير لامك عذاب القبر. جبت واحد البانس من الكوفر وواحد السطل ديال الماء وجوج ديال الكابلات، حيدنا لي حوايجو كاملين. قلت لمحمد هاك هاد الكابلات برونشيو مع الطوموبيله، كبيت على خونا الماء كان غادي يدوز لي الضو من الطوموبيله ديريكت. جبت داك البانس شديتو من ودني، بديت كندور ليه في ودني بالجهد، ما بغاش خوني يتفك. طلقت منه شدي دوك الكابلات دقيتهم لي في صدرو بجوج، ضرب مو الضو بالجهد، والو خونا ما بغاش. قلت لي داكشي اللي عندك في البنك حتى هو باغي. بقيت كنضرب فيه وكنعاودو لي نفس العمليه، لدرجه ربطناه مع الطوموبيل وجريناه منه للارض وما لابش. تعذب ديال بصح هدا كيقول لي صافي صافي نعطيك كلشي ولكن ما تقتلنيش. قلت لي ما غنقتلكش. قال لي غنعطيك داكشي اللي في البنكه ولكن الدار ما تحلمش بها. محمد قال لي راسو قاصح هذا. كبيت على مو الماء وهزيت واحد الماطراك وبديت كنغوص فيه بشويه. خونا كون زدت غير شويه غادي يموت، حتى بدا كيطلب. قال لي صافي يلا بغيت نركبو في الطوموبيله، ويقول لي والله ما دي شي حاجه. خونا صافي مريض. جبت السلاح شفت في الدراري، قلت صافي غنسمح في الفلوس ديال هذا، غنسمح ليه في كل شيء، المهم ونصفي عليه. حطيت لي السلاح على راسو وانا نتيري فيه، قتلته، كلفت الدراري باش يدفنوه. خونا راسو قاصح وما فيا ما نزيد نمرض معاه. من بعد ركبنا في الطوموبيلات وتحركنا، حيدنا الماسكات وقصدنا الدار ديريكت، خبينا الطوموبيلات دخلنا. جبت الفلوس هاد المرة من داكشي اللي عندي، خلصت الدراري مشاو في حالاتهم، بقيت انا وسام ومحمد. قلت لسام عطيني حساب ديالك في البنكة، عطاني حساب صيفط لي حتى هو داكشي ديالو ومشى في حالاته. تكينا انا ومحمد باش نرتاحوا، ما فقنا حتى الساعة ونص ديال العشية. سام صونا علينا وقال لنا غنتلاقاو في العشية، عندي لكم واحد المفاجأة. قلت لي صافي. خرجنا بالطوموبيلات وتحركنا لعندو، وصلنا لدارو دخلنا ولقينا مرتو وولدو الصغير عندو شي 13 سنة مقادين واحد الطابلة حاطينها. سلمنا عليهم بكل احترام، ريحنا معاهم، قسينا، تعشينا معاهم. من بعد خرجنا بثلاثة أنا ومحمد وسام، قصدنا واحد القهوة تقهوينا فيها. من بعد رجعنا في حالتنا الدار، سام حتى هو مشى في حاله. دخلت وبقيت داوي مع أحلام ديك ليلة كاملة. قسينا من بعد ضربنا بواحد النعسة حتى الصباح مع ديك العشرة ونص. نط للطواليط غسلت وجهي، فيقت محمد، فطرنا، كان فطرو ويصوني التليفون. طليت في التليفون لقيت الخوادري الصغير، سلمش عليه قلت لي ياكشي بس ما كاين. قال لي بلي داك خونا اللي كان حاط عليهم شينا ضربناه جاب شي خوتنا وحدين اخرين. قال لي راني هربتي من اللور ديال المدرسه. قلت لي واخا شنو بينك وبينه؟ قال لي بلي البنت اللي مصاحب معاه كانت صاحبتي هذاك وناض شي مشكل بيناتهم، وقال لها سالينا باش يدوز شي يومين ويرجع لها في هاد البيريود فين تصاحب معاه اخويا، وهي قبلات. وقال لي بلي شي نهار وقف عليه داك خونا وقال ليه الا ما تفاقتيش معاه غادي نقتلك، والخوادري ضارب معاه منو ليه وعطاه الخوادري سلخه ديال العصا، وبقى خونا حاقد. قلت لي صافي شوف غدا غادي نكون معاكم ولا اليوم بالليل. عاودت لمحمد البلان وقال لي معاك، صونيت على البيلوت قال لي 45 دقيقه انا معاك. زينا حوايجنا، صونيت على سام قلت عليه قال لي واش نمشي معاكم؟ قلت لي اللي بان ليك. قال لي صافي نتلاقاو في المطار.
هي هذيك جمعنا النوضه، جمعنا الاسلحه اللي عندنا تما، خبينا كل شيء وتحركنا. لقينا سام كيتسنانا تما، دخلنا وطلعنا في الطياره وبقينا كندويو. مسكتناش حتى وصلنا. نزلت صونيت على زكريا الشيفور، قال لي 10 دقائق وانا معاك. سام قال لي عندكم شيفور خاص؟ قال لي محمد عندنا حتى الكارد كورات. وصل الشيفور هز لينا السيكان، طلعنا وقلت ليه دوز للدار ديال محمد هي الاولى نحطوه ونسلموا على باه. داكشي اللي كان دانا، دخلنا قلنا لبات محمد على البلان وسولنا على سام، قال لنا واش ثقه؟ قلنا ليه راه دخلنا لدارو مع مرتو ولدو راه ثقه. خلينا محمد في الدار عند باه، وخرجنا انا وسام ركبنا في الطوموبيل تحركنا. وقلت ليه سام ملي نوصلوا للدار ديالنا الا سولك شي حد قول ليه بلي انت هو المدير ديال الشركه اللي انا خدام فيها، الشركه ديال الامن. قال لي صافي كون هاني. وصلنا للدار، دخلنا سلمش على موالين الدار. الوالد جلس معنا شويه وخرج مازال كيمشي بدوك العكاكز. قلت لهم بلي هذا هو المدير ديال الشركه. بقينا جالسين حتى دخل الخوادري، سلم علينا وبقى داوي مع سام كيدوي معاه بلونغلي. ما جبتش ليه الموضوع ديال الخدمه. انا قلت للوالده راه فينا الجوع، قالت لي بلاتي ها كسكس قريبه توجدوا الخدامه. طلعت انا وسام والخوادري للسطح. قال لي اخويا بلي غدا مع ربعه غادي يخرج. قلت لي صافي نتلاقاو تما. هنا بدات كتعيط الوالده عليا، قالت لي الغدا واجد. نزلنا وبدينا كناكلو ويقول يا سام كيفاش كيديرون لهاد الشيء. نقولها لمراتي تبقى تقاد لي بحالو. قلت لي بلي هاد الشيء كيعرفوا لي غير المغاربه، وحتى نرجعو نساليو كل شيء ونعلمو ليكم. قال لي صافي. عيطت انا على الشيفور، لقيتو حدا الباب ديال الدار. خرجت لعندو قلت لي تغديتي؟ قال لي لا. قلت لي وطلع تغدى. شديت من عنده الكونتاكت وطلع هو يتغدى. مشينا انا وسام كنتسركلو، عجبو المغرب بزاف. قال لي غنشري شي دار هنايا وفي الويكاند نبقى نجي ليها. في الاول كان كيحسب لي غير كيدوي، ولكن من بعد طول في الهضره وبغى بصح يشري دار. مشيت انا وياه لواحد لاجونس ديال تسمصارت، ما بيهاش سولنا. لقينا واحد الفيلا كاينه صغيره، الثمن ديالها تقريبا شي 290 مليون. قلت لسام الثمن بالدولار وقال لي بغاها. فعلا تكاتب مع خونا، خدا السويرتات وعيطنا على داك اللي كيبدل القفوله كاملين، تخلص ومشى. صونيت انا على احلام، سولت فيها ودويت معاه وقلت لها بغيت نشوفك. قالت لي واخا نتشاور مع بابا هي الاولى. قلت لها صافي قوليها لي. دار شويه تعاود تعيط لي، قالت لي صافي السبعة ونص نتلاقاو. رجعت انا وسام للدار، بدلت عليا حوايجي وعيطت للشيفور جهزنا، دانا من تما لواحد القهوه. دخلنا جلسنا وسام طلب واحد القهوه، انا كذلك، وبقينا كندويو حتى وصلت ديك السبعه. جا من مورانا الشيفور هزنا ودانا لواحد الريستو زوين. دخلنا لتما ولقيت احلام جالسه، عرفت على سام وبقيت كندوي معاها. قلت لها ما بقى والو ونسالي خدمتي ونجي نخطبك. عجبها الحال بزاف، قصينا صيفطها في حالاتها. من بعد عيطت للشيفور جهزنا وصلنا للدار. عيطت على محمد جال عندي وبقينا كنعومو في البيسي اللي كاين عندنا في الدار. من بعد دخل ناس عندنا ديك الليله، تكينا ناسنا ما فقنا حتى ديك 12 بحال هكاك. لقينا الفطور واجد، فطرنا. قلت لمحمد يعيط على الدراري مع جوج ونص نتلاقاوهم. سام كان غير كيشوف ما فاهم والو. بقينا كنضحكو مقصرين في الرامي، سام برو بزاف كاع الصراحه تكرفس علينا. جات الوقيته وجاو خوتنا، رجال لي جاب محمد. سام بان ليا هاز السلاح، يحسب لي راه في ميريكان. المهم خرجنا كاملين، خرجنا تحركنا كاملين حنا ودوك الرجال في الطوموبيلات حتى وصلنا للبلاصه فين كيقرا الخوادري. وقفنا وبانوا ليا شي خوتنا واقفين في الدوره. الخوادري عيط ليا وقال ليا راه كيني هنايا. قلت لي خرج عادي. قال لي صافي. بانوا ليا دوك خوتنا كتار، وانا نقول لمحمد زيد شي رجال. هز التليفون وعيط. جاو ربعه ديال الرجال عاوتاني في طوموبيله، وجا واحد في موطور. بقينا بعاد على المدرسه واحد شويه، صونا الجرس وانا نقول داي صافي زيدو. مشينا دارنا بدوك خوتنا ما فهموا والو، مشينا لهم ابي، درنا لهم اختطاف مقاد، كلهم جارينا مركبناهم عندنا في الطوموبيلات وعفطنا. والخوادري تبعنا بالموطور، كسيريش بهم لديك الغابه اللي عندنا في النواحي، هبطناهم تما. داي اللي معايا تهلاو فيهم مزيان، المخير فيهم ما قادش يوقف. شديت داك خونا اللي عنده المشكل مع الخوادري وقلت لخويا سير دابا جيب صاحبتك. فعلا مشى وجابها. من بعد شديت هذاك مزيان وخليت الخوادري كيسلخ فيه، عطاه قتله ديال الكلاب وبينت لي السلاح.
وتيري تحداه باش يتخلع ويعرف بلي المره الجايه يقدر يموت فيها. تخلعو بدا كيبكي لينا تما. درت لعند صحابو قلت لهم شكون بغى يطرى لي كفاس منو. كلشي كان حاني راسو. وانا نقول لهم دابا كل واحد فيكم غادي يجي يضربو، واللي ما بغاش غادي نقتلو هنايا. خوتنا شافوا السلاح جاو بداو كيضربو في صحابو، ما عطاوش الخد يلا صح حتى هما الفراجه. درت لي واحد الفيديو صيفطو لخوادري في الواتساب، وانا نقول داك خونا عرفتي شنو غنطلقك عادي بحال ما كاين والو، حتى صحابك تا هما غيمشيو في حالهم، ولكن تعاود تقرب من الخوادري ولا ابسط حاجه الفيديو دابا كاين. غادي ندير الفيديو في يوتيوب وفي فيسبوك ونصيفطو في الواتساب لاي نمره قال لي اقسم بالله ما نزيد ندور به. وانا نقول لي شوف دابا شنو غدير، غترجع على رجليك من هنا حتى لداركم، صحابك غنوصلهم حدا المدرسه. هزينا صحابو فعلا رديناهم من حدا المدرسه، اما هذاك الاخر خلينا يرجع في حالته على رجليه. رجعنا في حالتنا وتفرت كات الشقلة. سامسونات اللي مراتو كتسول فيه قالها بلي راه باقي مسافر. دوزنا خمس ايام تقريبا. هذوك خوتنا ولا شافوا الخوادري كيقلبوا الطريق، من بعد حنا نرجعوا للميريكان. دوزنا واحد 3 ايام في امريكا نشاط وضحك راكم عارفين. سام سولني قال لي امتى غنبداو الخدمه الجايه، قلت لي غدا غنبداو، باقي لينا واحد ولكن راه خيب بزاف. هاد الواحد هذا هو اللي كان العدو ديال بات محمد، ولا ما كاين في الملفات ديالو قبيح اكثر من القياس وما كيرحمش. بديت كنقاد ليه في البلان ديالو. عيطت انا لادوارد قلت لي خاصنا الجي بي اس، قال لي غدا يكونوا عندكم، شحال بغيتي من وحده؟ قلت لي اربعه، قال لي صافي غدا. قطع هو. هزيت انا التليفون صيفط ليه فلوسو ديال الجي بي اس وخرجت انا وسام. خلينا محمد في الدار، مشينا لواحد المحل ديال الماتيريال، شرا الماتيريال وشرا واحد الكومبليز وبحال داك الكيلبس وصحاب ستاسيون ديال ليسانس ورجعنا للدار. قلت لسام عيط للرجال دابا، عيط ليهم وخلاهم على القرص، قال لهم وجدوا ريوسكم قريبه شي حاجه. من بعد وانا نعاود نخرج انا وسام، ديش معايا البي سي، مشينا حدا الدار ديال داك خونا اللي خصنا نطيحو. سام هز الماتيريال شي حديدات وواحد داك المنشار العادي وتحرك اللور ديال الدار. انا غير كنشوف فيه خطه ديالو خطيره. صنع عليا قال لي من دابا شويه خونا غادي يعيط البلومبي وحتى تريسيان. عرفت بلي راه خسر ليه شي حاجه في الجعابي من اللور ديال الدار. المهم شي بلان بحال هكا. من بعد وانا نشد البيسي ونصيفط لداك الهاكر. الهاكر بدا كيراقب المكالمات ديال خونا، واول مكالمه خونا عيط لواحد الشركه ديال هادشي ديال البلومبي والتريسيانات. الهاكر دوز الخط ليا ديريكت، جاوبته بواحد النمره اللي طلع عليه الهاكر ماشي حقيقيه. قلت ليه معاك شركه الماء والكهرباء، قال لي مقطوع عليا الماء والضو. قلت لي عطيني العنوان، عطاني العنوان وقلت لي 30 دقيقه ويكونوا معاك الناس ديالنا. صونيت انا على محمد قلت لي دابا سير جيب طوموبيل تسام من الكراج بدل ليها البلاكه، مشي طوموبيل في الطريق. قال لي دابا كون هاني. بقينا كنتسناو حتى جا محمد. طلع سام لبس ديك الحطه ديال داك الكومبليزو، هز الماتيريال ديال الخدمه حطو في الطوموبيل الاخرى اللي جاب محمد، ومشى وقف حدا الباب ديال خونا. وقفوا دوك لي كارد كور قالوا لي شكون انت؟ قال لهم انا صيفطتني الشركه ديال الماء والكهرباء وعطوني هذا العنوان. قالوا لي تسنى. من بعد جاوا قالوا لي يلا دخل. دخل هو، دخل لداخل بانوا لي جوج ديال الطوموبيلات مبلاصين تما، حاول ما يبينش وركب فيهم جوج ديال الكاميرات وجوج ديال الجي بي اس صغيورين، ودخل لعند خونا قاد لي فعلا داك الشيء. عرفتو بلي خطير. خرج من بعد ركب في الطوموبيله وجا لعندنا انا ومحمد اللي كنا بعاد شويه. قال لي لقد تمت العمليه بنجاح. رجعنا في حالتنا للدار، قصينا ودوزنا النهار عادي. ومقابل البيسي كنتسنى غير خونا يخرج باش نتبعوه، حيت الجي بي اس لاصق لي في طوموبيلاتو. والو خونا ما تحركش. ناسنا وما فقنا حتى للصباح. فطرنا شويه بان ليا في الكاميرا اللي لاصقه في الطوموبيل قدام خونا لابس واحد الكوستيم وجاي ليها وركب في الطوموبيل، ركب بالزربه. انا نوضت دايركت اليوم تحركوا. ركبنا في الطوموبيلات ومشينا لجهته. بقينا بعد عليه بشي 3 كيلومتر بحال هكاك. بدينا كنقربوا منه، هنا غتبان الخطوره ديالو. خونا عاقبنا تابعينه. باش عرفتوا عاقبنا تابعينه انه جات واحد الطوموبيله من مورانا ولات هي اللي تابعنا، شويه بدا كيتير علينا قرطاس من ديك الطوموبيله، كانت لاصقه فينا.
القرطاس ما بغاش يوقف حيت حنا كاينين فواحد الطريق اللي كبيره. هنا قلت لسام عيط للدراري قول لهم يتبعونا عطيهم البلاصه ديالنا. تواصل معاهم سام لاحظت انهم كيوجهوا القرطاس لجهه الشيفور اللي سايق. قال لي سام الرجال ديالنا راه قراب لينا. قلت لي واخا كسيريت بالجهد وانا نفراني واحد الفران غفلتهم وانا ندور في بلاصتي وتميت راجع بالطوموبيله. هربت عليهم وعاودوا طاروا حتى هما وتبعونا. بقيت عافط حتى وصلت لواحد البلاصه بعيده. قلت لسام هنا في كاينين الدراري؟ قال لي اه. قلت لي قول لهم يسدوا الطريق. الدراري بلاصه الطوموبيلات وسدوا الطريق سدوا الشانطي وتخباو من مور الطوموبيلات. انا كسيريت حتى لحد الطوموبيلات ديال الدراري وانا نفراني وحنا نهبطوا بالزربه. درت لعند القناص هو الاول لقيتو واجد. قلت لي قتل لهم الشيفور ديالهم. تيرف الشيفور ديريكت جابها ليه في راسو. الطوموبيله ديالهم وقفات. الدراري ديالنا بداو كيتيروا فيهم كيتيروا بالجهاله طيحوا كلشي. واحد من الدراري ديالنا قاص واحد القرطاسه في كتفو. سام وجد ليسانس ومشى كيجري لجهه الطوموبيلته مكب عليها ليسانس وشال فيها العافيه تما باش ما يبقى لا دليل لا والو. من بعد رجع وركبنا في الطوموبيلات كاملين. قصدنا الدار ديريكت. عيطنا لسام على الطبيب. جاء الطبيب لعندنا داوى لي ديك الجرحه وحيد لي القرطاسه وخيط لي مزيان. منين خونا الدواء بقى متكي نط انا قلت للدراري جمعوا السلاحات كاملين. جمعنا كلشي وخرجنا كاملين. قصدنا الدار ديال الهدف ديالنا المستهدف منا. قصدناها وقفنا بعاد. تواصلت مع الهاكر بلوكا كاع الكاميرات اللي في الدار لداخل. قلت للدراري بغيتكم تهزوا السلاح الكبير وغادي نهجموا ديريكت. لقى الناس قلت لي بغيتي تتمركز في شي بلاصه ولا تدخل معانا. قال لي غندخل معاكم ديريكت. هز كلشي السلاحات الكبار حتى ملي شوت كان كانوا عندنا. كنا كاملين حنا خمسه هجمنا في ضربه وحده. دوك لي كارد كور ديالهم اللي في الباب ما فهموا والو ما كيجي فين يجبد السلاح حتى كيطيح ميت. كيتخرج بشي اربعه ديال القرطاسات. الباب كان مسدود لحد حداه قنبوله ديك الصغيره. بعدنا كاملين حتى تفرقعات تحل الباب. كنت داخل كافر على هاد خونا هذا. بداو شي رجال داخل كيجريو لجهتنا وبدا القرطاس. ما كناش كنتخباو كنتيرو ديريكت. كيضربوا منا رجال وكيمشي ضربات لي خفاف. المهم طيحنا كاع داكشي اللي بان قدامنا. داخلين كنجريو لداخل ديال الدار لقينا واحد ولدو وكاينه مرتو وبنتو اللي كانت صغيره شويه. الولد كانت تكون عنده ديك 23 سنه ولكن كيبكي. عرفت بلي ما مولفش هاد الشيء. قلت للدراري ربطوهم كاملين. ربطوهم جمعنا دوك لي كارد كور ديالهم اللي باقيين حيين دخلناهم للكراج وسدينا عليهم. قلت لمراتو فينا هو؟ بقات ساكته. قلت لها صوني عليه دابا قول لي يجي لهنايا قولي لي راه ولدك مريض باش يجي. ما بغاتش في الاول ولكن خلعتها ببنتها. هزيت السلاح حطيتو لبنتها على راسها عاد عيطات ليه. قال لها هاني جاي دابا. قلت لقى الناس خرج دابا تمركز في شي بلاصه واللي بان لك جاي ضرب امه ما تعقل على حتى شي واحد الا خونا. رجع لي معاه كلهم طيحهم هو ما تقيسوش محتاجينه. قال لي هي الاولى مشى هو. صيفط انا محمد وواحد من الرجال يوقفوا من مور الباب اللي كيخرج لبرا. شي 20 دقيقه بحال هكاك ويتوقف واحد الطوموبيل. كانوا جوج مع خونا دغيا طيحهم القناص قبل ما يوصلوا للباب ديال الدار. هو جبد السلاح ديالو ودفع الباب بالجهد. لقى محمد قدامه هو وخونا اللي من رجال ديالنا هز عليهم السلاح. غمزت سام جار لي مارتونا جاريت بنتو وطليت عليه من الشارج من الفوق. حطينا لهم السلاح على ريوسهم. قلت لي غنحسب حتى لثلاثه غنتيري فيهم لوحدك السلاح. لا السلاح فعلا. محمد شد خونا ودخلو لداخل ربطو مزيان. مشيت لعندو انا قلت لي من الاخر حليت البيسي وقلت ليه الفلوس اللي عندك كلهم غتحولهم. ما عاودش معايا الهضره. فعلا حول لينا شي 108 مليون دولار ولكن عرفت بلي خونا لاباس عليه كثر غير كيكذب. قلت لي فين مخبي فلوسك؟ ما بغاش يدوي. جبت واحد الموس كنهزو معايا وقلت لهم جيبوا لي مراتو. جابوا لي مراتو حطيت لي هذاك الموس على عنقه بقيت كنشوف فيه. قلت لي غندبحها وغتندم من بعد. قول فين مخبي فلوسك؟ بدا كيغوت عليا وكيسب جميع اللغات. قلت لي غادي ندبحها ما غنعقلش عليك. قال لي شوف الفلوس كاينين في الكراج تحت من الارض. قلت لسام بقى مع هادو هنايا. خليته هو واحد خونا تما. نزلت انا ومحمد واحد من الرجال ديالنا
وجارينا خونا معانا حيدنا الطوموبيل ديالو من الكراج. كان واحد المربع كبير تحت منا كنحاولوا نهزوه، كان ثقيل ما قدرناش. ربطت القفل اللي كان في الباب اللي في الارض مع الطوموبيل، ديمارينا ديك الطوموبيل وبديت كان غادي بها بشويه، ما بغاتش تحرك وانا نضرب دوزيام والو. دخلت الطوموبيله في الكادريام، درت الحزام ديال الامانه الخوت، حيدت رجليا من الامبرياج وانا نكسر ليها اللي فكرشها كامل. مع الطوموبيله كانت كات كات، تحل داك الباب بالجهد، وقفت الطوموبيله ونزلت. كي حليت داك الباب بانوا لي جوج ديال الثلاج محطوطين تما، حليت وحده فيهم كانت عامره بالكوكايين، والثانيه النص ديالها عامر بالفلوس والنص الثاني فيه الحشيش. محمد بقى غير حال فمه، زينا داكشي لطوموبيلاتنا كامل. قلت لسامة والاخر قتلوه غير بوحدو، ما تقتلوش لعائلته. مشى سام ديك الساعه قدامي تيرالي في راسو، تحركنا الطوموبيلات ديالنا وهربنا كاملين. واخا الدار ديالو بعيده شويه ولكن البوليس غايجيو غايجيو. قصدنا الدار ديريكت، دخلنا الطوموبيلات للكراج، طلعنا الفلوس انا ومحمد بدينا كنحسبوا فيهم. لقينا 3 ديال المليار و 783 مليون مغربيه. عطيت للدراري كل واحد فيهم 300 مليون وسام 500. هما تحركوا كاملين، بقى معنا غير سام. نصحتهم باش يشدوا طاكسيات ويفوتوا الطوموبيلات، حيت دابا الطوموبيلات يقدروا يكونوا متبوعين. من بعد وانا نصوني على ادوارد، قلت لي عندي واحد الكميه ديال الحشيش والكوكايين بغيت نبيعهم. قال لي شحال عندك؟ قلت لي ثلاجه عامره بالكوكايين ونص الثلاجه ديال الحشيش. قال لي انا غندبر لك في الشاري. قطعت لابيل شويه وانا نسمع شي حد كيدق في الباب. نط طليت بانوا لي البوليس. قلت للدراري طفيو الضو، طفينا الضواو كاملين، وجدنا السلاحات وبقينا كنتسناو. بقينا واقفين في بلايصنا، بقاو كيدقوا شي 3 ديال الدقائق ويدخلوا ديك جارتنا. قالت ليهم ياك شي بس ما كاين. قالوا لا جينا نقلبوا على واحد خونا وراه تصويرته. هادشي كنا كنسمعوا. قالت لهم ما كنعرفوش، وهاد الدار ساكن فيها واحد السيد ومرتو وولدو، ودابا لقيتوهم خارجين. البوليسي شاف صاحبو قال لي حتى الغدا ونرجعو باش نتاكدو. مشى وانا نحل الباب، دقيت على ديك المراه حلات ليا. قلت لها شكرا راه سمعنا كلشي. قالت لي هانيه اصلا انا عارفه عليكم تقريبا كلشي، وكنسمع تقاقيبكم وشفتكم كتخرجوا هازين السلاح. قلت لها نطلبك واحد الطليبه، شكون داك اللي في التصويره وراه ليك؟ قالت لي داك الولد اللي جا سكن معاك اول مره، عرفت بلي محمد. قلت لها شكرا. دخلت هي ومشيت انا دخلت للدار، قلتها للدراري وانا نقول لسام دابا غادي نتكاتبوا، غنكتب لك الدار في سميتك، انت عندك مرتك وولدك، كيف ما القصه اللي قالت المراه غتكون فيها انت. قال لي صافي كون هاني. فعلا شي 15 دقيقه تكاتبنا في ديك الدار كتبتها لي في سميتو. انا خرجت ديك الساعه زيت الطوموبيله ديال سام، قلبت على شي دار نسكنو فيها، ولقيت واحد الفيلا ما بيهاش متوسطه، ثمنها كان مزيان. شريتها، هزينا حوايجنا وداكشي اللي غنحتاجو والسلاحات، ما خليناش الاثر ديالنا تما. سام فعلا مشى جاب مراتو وولدو لديك الدار. دخلنا انا ومحمد للدار الجديده، قسينا وما كنا مسخسخين، ضربنا بنعسه حتى للصباح. فقت على الصوت ديال التليفون كيصوني، جاوبت لقيتو سام. قال لي اجي لعندي دابا. قلت لي 10 ديال الدقائق واني معاك. مشيت لعندو وقال لي راه البوليس عاد مشاو كيقلبوا على محمد، شداتو شي كاميرا وهو محيد الماسك. قلت لي انا ديما كنقول لي ما تحيدش الماسك حتى دخل للدار وهو راسو قاصح. صافي شوف دابا لقى حل، تهلا. تحركت لواحد السوبر مارشي تقديت وطلعت للدار عند محمد. استفد داكشي وانا نقول ليه انت ديما راسك قاصح. قال لي الصباحات ولله مالاش درت؟ قلت لي راه شداتك شي كاميرا ما دايرش الماسك. قال لي راه داك الماسك كيخنقني. قلت لي ما تبقاش تحيدو، الا مشيتي تشديتي في شي حبس هنا غتشوف لوين الكحل، حبسهم خايب بزاف وكيطولوا في الحكم. قال لي صافي بدل هذا الموضوع هذا. جلسنا كلينا انا وياه، وقلت لي دابا ما تخش من الدار، قضيه مرونه وراهنا ماشي بحال المغرب، راه كلشي سيق وخبار، دابا راه عارفينك البوليس ديالهم كلهم. انا غنخرج دابا وغنجيب لك معايا بلاي باش تبقى تقصر صافي. قال لي بلان هذا، شوف جيب لي معاك السيدية ديال طوم برايدر، وبغيت ريد ديد ريديمبشن، ولا بدي المزيان جيب لنا سايبر بانك صافي، وما تنساش الكورة. قلت لي واخا سيدي كون هاني. خرجت من الدار خليته تما
مشيت نيشان لواحد المحل خاص بهادشي ديال البلايات، شريت لي داكشي اللي بغا، جبتو للدار، بقيت جالس مقصر انا وياه، بقينا مريح حتى قتلنا المال الصراحه. خصوصا هو من الحتمه ما يمكنش لي خرج دابا. مريحين انا وياه كنلعبو عادي نورمال، شويه كنسمع الباب تضرب بالجهد وتهرس، تمو داخلين البوليس وهزين السلاحات، كيدخلو كيغوتو وقفونا مع الحيط، دارولنا المينوط وخرجونا ديريكت لواحد الطوموبيل ديالهم. قلت لواحد فيهم ممكن نهز التليفون، بالطلي بعد خلاني ناخذ تليفوني. بقاو هما كيقلبوا في الدار، انا السلاح وداكشي كامل مخبي في الجرده، حافرين ليه في الجرده ديال ديك الفيلا الصغيره ومخبينه. وصلونا لديك الكوميساريه ديالهم، دخلونا لواحد البيرو، هزيت عيني بانت ليا كاميرا، عرفتها مزيان بلي كتصور ولكن الصوت ما كتشدوش. قربت لمحمد، درت راسي بحال كنغوت عليه وانا جالس كنوصي فيه، كنت فاهمو على شنو يقول لهم لا سولوه، وبلي هو ما عارف والو، ما عنده سوق في حتى شي حاجه ما هياش. قلت لي غير قول هادشي، حنا غنخرجوك باي طريقه. دخل عندنا واحد الشاف ديال البوليس ديالهم، حيح على محمد بالسبان. انا كنت ساكت كنشوف، من بعد هو يقول لي هذاك الشاف ديال البوليس شكون هذا اللي معاك؟ قال لي هذا تعرفت عليه انت سوقك. قال لي داكشي كله اللي دار غتحمل المسؤوليه ديالو، عطينا السميات ديال دوك اللي كانوا معاك، ما يمكنش تكون بوحدك. ديك الساعه ناضوا خرجوني انا، حيدوا لي المينوط، عرفت بلي انا مبغاوش يشدوني ولا شي حاجه، وما عندهمش الحق يشدوني. بقى معاهم محمد، غمسو قلت لي غير صبر وما تخاف من والو، وكل شيء ضربوا على حسابي. ما خرجت صونيت على سامع، عاودت لي البلان كامل، قال لي تسناوني تما، شي 30 دقيقه راني جاي. بقيت جالس تما، جا سامع ومعه واحد خونا، جلسوا حدايا. قال لي سامع هذا راه محامي واعر بزاف في هاد المدينه، كلشي كيعرفو. عاودنا للمحامي البلان وقال لنا تسناوني هنا. دخل داك الكوميساريه شي 40 دقيقه، خرج وقال لي راه مزيرين عليه بزاف، ولكن غدا غتكون عنده المحكمه مع 11 ديال الصباح تما الفريوة. قلت لي غير قاد معانا هادشي ونتهلا الله فيك ديال بصح. قال لي اللي في جهدي غنديرو، راه هو مزبله بزاف. قلت لي صافي غير فك هادشي غنتهلا الله فيك، يتهنى. ضحك ومشى. ركبت انا وسامه في الطوموبيل، مشينا للدار ديريكت، مشينا للدار اللي خدينا. دخلت شفتيك ما لقاو السلاح ما لقاو والو، ارتاحيت. بقينا كنفكروا وانا نقول سامه شحال يقدروا يضربوه ديال الحبس. قال لي راه المحامي قال لي اضعف مده تقدر تكون من عامين حتى لاربع سنين. قلت لي كون كان في المغرب كون ضربوه بشي 50 عام ولا اعدام. قال لي راه حنا عندنا هادشي في شي شكل، راه حتى فشي ولايات اخرين كانوا غيعطيو كثار من ديك 50 عام، يعطيو حتى ل 99 عام ولا 100 عام، غير الولايه ديالنا ما فيهاش هاد الشيء. بقيت انا وياه كنفكروا غير شنو نديرو. قال لي الا حكموا عليه من عامين الفوق خصنا نقادو البلان باش ما نخليوش حتى يوصل للحبس، راه كيديهم في واحد الكار ديال الحباسه كل سبت كيديهم لتما للحبس ديريكت. غدا هاد الخميس حتى نشوفوا شنو غيديروا معاه، هاد نقادو البلان. قلت لي واخا، وباش عرفوني انا ومحمد تحولنا هنايا؟ قال لي على حساب ما سولت شي بنت اللي قالتها اليوم، هادشي اللي فراسي البوليس ما بغاوش يقولوا كثر. بديت انا وسام كان بلاني والبلان ديال السبت فاش كنا بغا يديو للحبس، حيت بحال قلتو صافي عرفت بلي غيصيفطوا فيه على الحبس. تفاهمنا على واحد الخطه اللي غتفهموها من بعد. وصونيت على ادوار طلبت منه داكشي كامل اللي خاصنا، قال لي غدا يكون عندك. نط انا دوشت، كي خرجت صونا لي بات محمد، جاوبته سول فيا وقال لي فينا هو محمد، عاودت ليه كل شيء بلا كذوب. قال لي خاصك تخرج وما تخليش تما، راك عارفه بحال خوك بلا ما ندوي. قلت لي غير كون هاني. قطعت ودخلت لبيتي، ناس حتى كيفيقني سام قال لي نوض باش نمشيو للمحكمه، راه اليوم غادي تحكم. نضنا وصلنا على المحامي ودزنا عليه نيشان ومشينا للمحكمة، لقينا مازال شي 10 ديال الدقائق وغيدوزوه. دخلنا شدينا بلايصنا، قال لي سامة شحال ما حكموا عليه ما تدويش انت نهائيا باش نهار السبت ما يشكوش فينا. صافي جابوا فعلا محمد، غمزناه باش ما يدير حتى شي حاجة ولا حركة باش يفهم راسو، وناض المحامي لعندو قرا شنو يقول وحفظوا الهضرة اللي خصو يقول، حنا غير كنشوفو. دخل داك القاضي ودوك اللي معاه
جلس حل واحد الدوسي سمى محمد بسميتو، بقى كيدوي بالانكلي وقال لي بلي هاد الجريمه اللي درتي والجرائم اللي درتي خايبين بزاف، وما تساعدتيش مع الشرطه باش يجبدوا دوك اللي كانوا الشركاء ديالك، حيت هاد الجرائم ما يمكنش يديهم واحد. هنا تدخل المحامي وبقاو كيتناقشوا واحد 19 دقيقه، تسنينا الحكم والتحكم على محمد 3 سنين ونص. من بعد سامه مشى سلم على محمد وعنقو بزاف. تعجبت هاد البلان هذا، انا بقيت في بلاصتي، جا سامه وحنا نخرجوا، كان هو اللي مكلف بالخلاص ديال المحامي كامل. تحركنا انا وياه، قال لي سام سير للدار ديالك وحل البيسي، سير للدار وحل البيسي، راه ركبت كاميرا في الشعر ديال محمد منين عنكتو، كاميرا صغيره، وخشيت لي واحد المايك في القاع ديال ودنه باش نسمعوا كلشي ويسمعنا. هادشي اش مشيت عندو قبيله، سير ترتاح دابا، راه الا وصل الحبس غيوصلوا غيحيدوا لي هادشي، ولكن دابا نقدروا نتواصلوا معاه. مشى سام تقدى الماكله لمحمد وانا مشيت للدار، حطيت البيسي قدامي خدمته، دويش معاه قلت ليه هانيه ياك بخير، قال لي بخير. هنا وبان لي واحد البوليسي دخل عنده، قال لي ما كدوي، جا داك البوليسي جبد ديك الزرواطه بدا كيضرب فيه وداه دخلو للزنزانه ديالو. قلت لمحمد جمع راسك شويه وما تخافش غادي نخرجو كيزير شويه، حنا عارفين كي غنديرو. سديت البيسي وبقيت كنتسنى جسام قاد ليا الغدا حيت كنت عيان ومديرونجي. تغدينا وبدينا كنوجدو في بلانات ديالنا، ما سالينا داكشي حتى لديك 8 ونص ديال الليل. ادوارد جاب لينا داكشي اللي خاصنا وجدنا كلشي، عيطنا للدراري جاو عندنا للدار وخليناهم فيها، مشينا للكوميساريه ولا الولايه حيت في المهمه ديالنا خاصنا طوموبيله ديال البوليس. القضيه كانت تما مزيره بزاف. رجعنا للدار عاوتاني بدلنا البلان، ناسنا حتى الصباح، فطرنا وانا نقول سامه خاص هادشي يدوز بخير، بغيت محمد يخرج من تما، قال لي غيكون هاني. المهم داز الوقت وحنا دابا في الجمعه، الكار كيدوز في واحد الوقيته من واحد الطريق شويه خاويه، تما فين غايت مركز لقى الناس غيبقى متواصل معنا بداك الرادار. الكار غادي تم جاي من قبالة لقى الناس. سام تكلف خدا لينا ديك اللعيبه ديال الديباناج الكبيره، عطاتها لواحد من الرجال، مشى تخبى في واحد القنت تما مزيان، وحط البارتشي في الشانطي، هاد البارتشي هو داك اللي كيكون في البراج كيتقبى روايد، حطو في القنت ديال الشانطي وباقي ما طلقوش حيت باقي ما جايش الكار، دقاد الشغل كامل. سام قدر يعرف لنا من واحد البوليسي كيعرفو بلي داك الكار غادي يتحرك تقريبا مع ديك الخمسة ديال الصباح، الصباح ديال السبت، باش يوصل الحبس مع ديك العشرة ديال الصباح. مشينا وجدنا ريوسنا، وخا راه ديجا بدينا كنوجدو تمركز لقى الناس في بلاصتو، الدري اللي مقابل الديباناج حل داك البارتشي في الشانطي، انا بقيت اللور باش نعلمهم الا كانوا جايين ونتبعهم من اللور، بقيت مقابل تما بل فعلا الكار جاي، كان كار فيه السجناء وجوج ديال الماطر ديال بي ام دبليو فيهم البوليس، وفي القدام كاينه واحد الصطافيط اللي كبيره. ركبت في الطوموبيله وتحركت انا من موراهم، درت الماسك على وجهي وبقيت تابعهم، بغيتهم يشوفوني باش لفت الانتباه ديالهم. ملي نحسوا بيا دوك جوج الماطر رجعوا جاو حدايا، وقفت الطوموبيل وجاو وقفوا عليا، واحد فيهم كيقول لي هبط الجاج، الجاج في مي ما كيشوفونيش، جبت الفردي قديتو لي على وجهو ديريكت، ضربتو من اللور ديال الجاج، زربت على صاحبو دغيا تا هو تيريت فيه. ديك الساعة عطيت الأمر للقناص باش يضرب الشيفور ديريكت ويضرب دوك الجوج اللي راكبين حداه، تيرى القناص في الكار ديريكت علمني، قال لي راه جبتها فيهم، بقى الكار غادي ولكن ما تقلبش. اللي وقع انه الصطافيط اللي كانت قدام الكار ضربات في البارتشي اللي كاين في الشانطي، هذاك اللي كيتقبر وايد ضربات فيه وهي تقلب، القلبه اللي تقلبات دخل فيها الكار اللي كان سايقو هذاك ميت، تما هو يوقف الكار. علمت سام واحد من الرجال باش يمشيو يقصدوا الصطافيط يقتلوا اللي فيها، مشاو ليها لقاو فيها الشيفور وواحد خور معاه، ولكن مقلوبين ديك القلبه اللي تقلبوا، قتلوهم وقال لي راه ماتوا. هنا علمت اللي سايق ديباناج، داك الديباناج قلب الكار عاوتاني قادو لجهتنا نخضوا كل المحابيس اللي فيه. مشيت للباب ديالو لقيتو مسدود مزيان، هرست الدجاج ولينا كنحلو الباب، لقيت جوج ديال البوليس لداخل ديال الكار كانوا مضروبين وثلاثه ميتين لقدام، عاد الشيفور هذا هو العدد اللي كان في الكار، كان حاضي الكار.
دخلت انا كنقلب في دوك المحابس اللي تما كاين فيهم اللي مضروب كاين فيهم اللي ما وقع ليه والو. لقيت محمد هو هذاك. فرقعت ليه دوك القفوله وكانوا دوك الحباسه كيغوشوا. فرقعت لكل شيء القفوله. حتى اللي فاقد الوعي. المهم نعطيو فرصه للحياه. حليت داك الباب اللوراني ديال الكار جريت محمد معايا. عيطت لمول ديباناج قلت لي خلي ديباناج. قلت لدوك المحابس راه كاين ديباناج اللي بيتركبوا فوقو ولا شوفوا شنو ديروا سوقكم هذاك. جريت محمد بقاو هما كيغوتوا كيشكروا فيا. ركبنا في الطوموبيل اللي كان جايب سام حنا والرجال ديالنا وفطنا ديريكت. ما كانش يمكننا نمشيو للدار عاوتاني. مشيت بمحمد اول حاجه درتها هي ديشو للمرصى فين كاين واحد من الرجال اللي كيعرف سام مزيان. خلصنا باش يوصلوا للمغرب. صيفطوا له وقال جوج. المهم يبعد من هنايا والسلام. رجعت انا وسام للدار والرجال اللي معانا. خلصتهم كاملين وقلت لهم غيبقى التواصل بيناتنا تقدروا تمشيو. مشاو الرجال وبقيت انا وسام. قلت لي سام البوليس ما غيشكوش بلي حنا درنا شي حاجه. قال لي علاش؟ قلت لي حيت طلقنا المحابس كاملين. فيهم اللي غيشكوا؟ راه كان تما اكثر من 40 حباس. مازال كونفلت غير محمد كانوا غيقولوا بلي شي حد معاه ولا من جهته. دابا بغيت كاع الاملاك كامله اللي هنايا تتباع وتبدل وباسرع وقت ممكن وبثمن مزيان. قال لي كون هاني. خليت سام تكلف بهذا البلان ديال البيع ديال هادشي كامل. جلست شي 4 ايام تما البوليس ما سولو ما والو. محمد تواصلت معاه عرفت بلي راه مع باه وبلي كلشي بخير. فعلا الاملاك تباعو كاملين والثمن كان كبير بزاف. صيفط لادوارد داك الحشيش والكوكايين اللي كان باقي عندنا في الجرده وصيفط ليا الفلوس كاملين. جمعت كلشي وليت دابا عندي واحد الثمن اللي نقدر ندير به اي حاجه. سلمت على سام وقلت لي انا في المغرب. دابا عندك دار تما منين تجي عيط ليا. بيناتنا التواصل. عيطت ديريكت على البيلوط. جاوبني قلت لي راه بغيت نمشي. قال لي انا واجد. مشيت ركبت وصلني حتى المغرب. وصلت المغرب وقلبت الحساب ديالي لقيتو عامر بالفلوس. باقي قدامي غير اني نحول دوك الفلوس لهنا عندي. قررت اني نسالي من داكشي ديال المشاكل والصداع. رجعت لدارنا بخير وعلى خير وكل شيء جبته معايا. جلست مع الدار شويه وخرجت لقيت مع محمد. دوز سنوية واحد السيمانه غير راحه. كان مصدوم من الطريقه كيفاش هربناه من تما ولكن عاجبو الحال. داز تقريبا شهر وانا نمشي نخطب احلام من بات محمد ومحمد. داز واحد البيريود خفيفه ودرنا العرس. الخوادري ما عمر هادوك بقاو صدعوه نهائيا ما بقاو وصلوا حتى شي واحد. درت شي مشاريع هنا في المغرب. درت ثلاثه ديال لي زوطيل اللي كبار بزاف. تزلت في واحد الفيلا قريبه من دارنا انا و مراتي اللي هي احلام. جا سام حضر العرس هو وادوارد حتى هو وكريستينا. وبقى سام ديما كيجي كنتلاقاو حتى قرر انه باغي يستقر في المغرب حتى هو. حتى هو باع داكشي اللي عنده جا للبلاد. عجباتو البلاد بزاف وعجبو كسكسو. وهنا اصدقائي عاشوا في سعاده و سالات قصنا. اولا القصه كانت طويله كثار من هكا فيها بزاف ديال الحوايج وفيها شي حوايج اللي ما كاين كاع لا شي داروا في قصه تخربيق. قررت اني نسالي هاد القصه حيت التفاعل فيها طايح بزاف وغادي نجمعها بارتي واحد. ما عندي ما نبقى نصدع راسي مع هاد الاجزاء هادو. ما عمري باقي نرجع لهم حيت التفاعل فيهم ميت. تنعاود نقول لا غنعاود نرجع لهم ولكن لا ميم شوز. ما عليناش. احبكم في الله. نتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه القصه هذه. تهلاو.